تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتورة لانا السيد. اليوم رح أحكي معاكم على النيوروكوجنيتيف ديسوردرز حسب ما هي مصنفة بالـ DSM-5، لأنه هي من أكثر الشابترز اللي فيها كلام كتير، وكانت تقسيماتها زمان مختلفة، وهلأ الـ DSM-5 عملها بتقسيمة مختلفة، وبالكتب ناس بتحكي عنها بالتقسيم الجديدة وناس بالتقسيم القديمة، فالوضع شوي بلخبط. لكن إذا إحنا اعتمدنا الـ DSM-5 ممكن إن شاء الله تصير الأمور أوضح، فحتكون مبسطة من الـ DSM-5. وآخر إشي رح نحكي عن المانجمنت بطريقة يعني خطوط رئيسية، مش تفاصيل الجرعات وهيك، لكن برضو عشان نحط حالنا على الطريق. في أول سلايد رح أحكي فيها إنه DSM-4 كان هذه الأمراض كلها محطوطة تحت مسمى ديمنشيا، ديليريوم، أمنستيك أند أذر كوجنيتيف ديسوردرز. فهدول الأربعة كانوا محطوطين مع بعض، وكانت ديمنشيا مسمى واضح ومحطوط في DSM-4 هو، والديليريوم أمنستيك أند أذر كوجنيتيف ديسوردرز. بينما DSM-5 التشابتر صار بيحتوي على المعلومات التالية. التشابتر اللي اسمه نيوروكوجنيتيف ديسوردرز بيجي بين البيرسوناليتي ديسوردرز وبين التشابتر سبستانس اند ميديكيشن اندوسد ديسوردرز. هذا التشابتر بيحتوي على المواضيع التاليه. الموضوع الاول هو الديليريوم، ضله موجود هون بس تحت مسمى النيوروكوجنيتيف ديسوردرز. والموضوع الثاني هو سيندرومز اوف ميجر نيوروكوجنيتيف ديسوردرز، مايلد نيوروكوجنيتيف ديسوردرز، وذير ايتيولوجيكال سب تايبس. فهمنا نركز انه كل كلمة إلها معنى، يعني لما نحكي ميجر غير لما نحكي مايلد، وكل واحدة فيهم رح نحكي شو هي. لما نحكي النيوروكوجنيتيف ديسوردرز ايش بنقصد فيهم وشو الايتيولوجيكال سب تايبس تاعونهم. هم 13 ايتيولوجيكال سب تايبس. عندنا الالزايمرز ديزيز، الفاسكولار ديزيز، اللوي بادي ديمنشيا، يعني لما نحكي نيوروكوجنيتيف ديسوردرز مايلد او ميجر ديو تو لوي بادي، او ديمنشيا اوف لوي بادي هو اسمها القديم محطوط بين قوسين. في عنا due to Parkinson's disease، في عنا frontotemporal neurocognitive disorder، في عنا due to traumatic brain injury، في عنا due to HIV infection، في عنا substance أو medication induced، في عنا due to Huntington's disease، due to prion disease. وكل واحدة لقدام رح نحكي شو الكريتيريا تاعتها زي ما مذكورة في DSM-5. في عنا رقم 11 هي due to another medical condition، ورقم 12 due to multiple etiologies، ورقم 13 هي unspecified. هدول كلهم اسمهم syndromes of major أو mild neurocognitive disorders. طب لما بدنا نيجي نحكي عن الكلاسيفيكيشن تاع هاي الامراض بشكل عام كمقدمه لهذا التشابتر، هي عباره عن acquired non developmental، يعني الانسان ما بنولد فيها بيكتسبها لقدام. عشان هيك لما يجي لنا مريض مثلا لتقييم انه عمره العقلي في هاي المرحله، مثلا هو عنده ديمنشيا ومطلوب نحدد عمره العقلي، احنا ما بنقدر لانه هو مرض مكتسب وليس developmental. الكور فيتشر تاعنا واساس كل الاشي اللي جمع هاي الامراض وخلاهم يحطوها كلها مع بعض في النيوروكوجنيتيف ديسوردرز، الكور فيتشر هي انه عندك ديفيسيت في الكوجنيتيف فانكشن وديكلاين فروم بريفيوس ليفل اوف فانكشنينج. فهذا هو اساس تشخيص النيوروكوجنيتيف ديسوردرز والعامل المشترك اللي جامعهم مع بعض، ديفيسيت ان كوجنيتيف فانكشنز اند ديكلاين فروم ا بريفيوس ليفل اوف فانكشنينج. طب الاشي اللي بيميز هاي الجروب اوف ديسوردرز اللي هي نيوروكوجنيتيف ديسوردرز في DSM-5 انه الباثولوجي والايتيولوجي تاعها محدد. احنا زي ما بنعرف في الكلاسيفيكيشن لما نيجي نصنف الامراض النفسيه من القواعد المحطوطه انه هي اثيوريتيكال، وما في عندنا سبب ايتيولوجي واضح للمرض، يعني ما بيهمنا في الكريتيريا مثلا تاعت السكيزوفرينيا شو اللي وصلنا لهون. هي اسوسييتد فيتشر مثلا انه عنده ريسك فاكتورز، او هو ميل، او هو unemployed، او هو في family history، هي كلها associated features تدعم التشخيص لكن ليست اساسيه في الكريتيريا، على عكس هاي الامراض neurocognitive disorder اللي جزء من الكريتيريا هو الايتيولوجي. بلس ماينس انه صار في توجه جديد والنيو ريسيرش كله انه يدخلوا بايوماركرز في سب تايبس معينه من هاي الامراض. هاي البايوماركرز وجودها اساسي للتشخيص، يعني بنصير زي كيف امراض الباطني انه عندك لاب معين لازم يطلع بوزيتيف عشان تعطي هذا المريض التشخيص. هلا مسمى ديمنشيا اللي كان موجود في الدي اس ام 4 هو سبسيومد تحت مظله الميجر نيوروكوجنيتيف ديسوردر دايجنوزز. يعني احنا حاليا في الدي اس ام 5 ما في كلمه ديمنشيا، فلما حدا يحكي لك ديمنشيا هو قصده ميجر نيوروكوجنيتيف ديسوردرز. بس الميجر نيوروكوجنيتيف ديسوردر كمصطلح هو اوسع من الديمنشيا،
وايدر دايجنوزز، لانه الانديفيدجوالز بيكون ممكن يكون عنده سنجل دومين ديس فانكشن، يعني عنده مثلا مشكله بس في الميموري، ويكون مشخص بميجر نيورو كوجنيتيف ديس اوردر اللي هي الامنستيك ديس اوردر سابقا، ممكن هلا هي حاليا ياخذ تشخيص ميجر نيورو كوجنيتيف ديس اوردر. فممكن الشخص يعني عنده امنستيك سيندروم يكون ماخذ ميجر نيورو كوجنيتيف ديس اوردر، ونفس الشخص مثلا اللي كان في دي اس ام 4 يستحق تشخيص ديمنشيا، هلا في دي اس ام 5 برضه ياخذ تشخيص ميجر نيورو كوجنيتيف ديس اوردر. هلا المالد نيورو كوجنيتيف ديس اوردر اللي هو مصطلح جديد في دي اس ام 5، بدي اس ام 4 كان اسمه كوجنيتيف ديس اوردرز نوت اذروايز سبيسيفايد، لما تكون هي بالنسبة لهم مش واصلة للثريش هولد المطلوبة عشان أنا أحكي ديمنشيا، كانوا يسموها not otherwise specified، بس هلأ إحنا عملناها لحالها مرض قائم بذاته في DSM-4 اسمه mild neurocognitive disorders. Several neurocognitive disorders coexist with each other. هاي من القواعد اللي لازم نعرفها، إنه neurocognitive disorders وال13 subtype هدول وحتى الديليريوم كلهم ممكن to coexist to co-occur with each other، وهو هذا القاعدة على مش الاستثناء، يعني القاعدة إنه هم بيجوا مع بعض عادة، يعني إنك تشوف pure syndrome كتير rare. Criteria for various neurocognitive disorder is based على إشيين. عشان نشخص هدول النيورو كوجنيتيف ديس اوردر لازم يكون عندنا ديفايند كوجنيتيف دومين، ولازم يكون عندنا جايد لاينز للكلينيكال ثريش هولد، هل هو مالد ولا هو ميجر، هل هو لسه بري كلينيكال ما وصل اصلا وما بيستحق تشخيص النيورو كوجنيتيف ديس اوردر ولا لا. فبهمنا اللي هو الكور فيتشر اللي قلنا انه الكوجنيتيف ديس فانكشن احنا مش تاركينه مفتوح هيك، لا دي اس ام 5 محددين بالضبط شو هم الكوجنيتيف دومينز اللي لازم يكون عندك ديكلاين في وحده منهم على الاقل عشان انت تستحق تشخيص النيورو كوجنيتيف ديس اوردرز، ورح نحكي هلا ايش هم، وهم مذكورين في دي اس ام 5 بالتفصيل. وكمان لازم يكون عندك ثريشهولد معينه عشان تحكي المريض واصل لمرحله مالد ولا مرحله ميجر، وحتى المالد والميجر هل هو مالد ولا مودريت ولا سيفير، لانه هذا كله كمان بياثر على طريقتي في المانجمنت تاعت المرض. طيب هلا رح نحكي عن السكس نيورو كوجنيتيف دومينز، هم سته نيورو كوجنيتيف دومينز محددين في دي اس ام 5، هاي كلها طبعا مقدمه محطوطه في دي اس ام 5 قبل ما يدخل على كريتيريا تاعت كل سب تايب لحاله من النيورو كوجنيتيف ديس اوردرز. فمحددين لنا ايش السكس دومينز اللي لازم يكون عندنا فيهم خلل عشان نحكي عند المريض نيورو كوجنيتيف ديس اوردر. اول وحده هي الكومبلكس اتنشن، وعشان نحكي كومبلكس اتنشن هو له يعني انواع تحته الكومبلكس اتنشن، خلل في وحده منهم معناها عندك خلل في الكومبلكس اتنشن. هم السلكتيف اتنشن، سلكتيف اتنشن انك انت تو مينتين اتنشن ديسبايت كومبلينج ستيمولاي اور ديستراكشن، مثلا انت كيف بنفحصه هذا، بنسمعك ارقام وحروف وبنحكي لك انه بس عدلي الحروف، يعني بدي تركز على الحروف، انا هحكي لك معلومات كتير وارقام وحروف واشكال، انا بدي اياك بس تعدلي الحروف، فانت هيك عندك سيلكتيف اتنشن مزبوط. ثاني نوع هو ديفايدد اتنشن، هو انت لما يو اتند تو تو تاسكس ويذن ذا سيم تايم بيريود مع بعض انت بتقدر تركز على مهمتين، وهذا اعلى انواع الاتنشن. هذا كيف ممكن نفحصه؟ لما اقول له rapidly tab while learning a story being read، يعني انا عم بحكي له قصة وبنفس الوقت هو بده يطبل على الطاولة، يعني بده يعمل اشيان في نفس اللحظة. sustained attention هو نفسه concentration، يعني maintenance of attention over time، مثلا بحكي له يكبس زر بيطلع صوت معين كل ما انا اسمعه إشارة معينة، يعني أنا عم بحكي معه بس بحكي له كل ما أنا أحكي لك كيورد معينة أنت بدك تكبس هاي الكبسة بتطلع صوت، فأنا هيك بكون فحصت sustained attention عنده. ورابع إشي هي البروسيسنج سبيد، البروسيسنج سبيد هي قديش هو سريع في إنجاز أي مهمة من هاي المهمات، وهاي ما إلها فحص معين، هاي أنت بتقدرها بناء على أنت شايفه بطيء سريع قديش عم باخد وقت في إنجاز المهمات. فلما نحكي عن مثلا patient عنده delayed answering أو هيك، هو ممكن يكون عنده مشكلة في الكومبلكس attention. وبعدين حكينا غير انه احنا نشخص الدومين المضروب لازم نشخص الثريشهولد تاعت الدياجنوزز، فاحنا بنعتبره ميجر اذا عنده loss of independence، يعني اللي بيفرق لي هل انا ميجر ولا انا ماينر، هل المريض لساته محافظ على الاندبندنسي والاستقلالية تاعته ولا لا. اذا المريض محافظ على استقلاليته لكن عم بيعمل الوظائف كلها المطلوبة منه بشكل صعب وباخد منه كتير جهد وباخد منه compensatory strategies حاطط كتير افورت عشان يعمل المهام هاي،
بس بيعملها بالأخير لحاله هاي ماينر. إذا لا هو فاقد الاندبندنسي تاعته هون بيكون ميجر. يعني ممكن مثلا الأمثلة، طبعا دي اس ام 5 إذا بتحبوا ترجعوا له حاطط أمثلة بتفصيل على كل وحدة من هاي الثريشولد. مثلا بحكي لك إذا المريض كان عنده مشكلة بشغله، صار دائما في عنده ايرورز بشغله وبيحتاج هو يضله يراجع ورا شغله ودبل تشيكينج أكثر من مرة، وبيحتاج يقعد في غرفة هادية ما فيها مثلا أي ستيمولاي تانية، مثلا تي في، راديو، ناس عم تحكي عشان ينجز مهامه، والأخير بس بينجزها، هذا مايلد. لكن إذا هو بطل قابل to attend unless the input is restricted and simplified، ولازم تبسط له الأمور عشان يفهم، مش قادر يعمل calculation to hold the new information في دماغه ويعمل calculation و manipulation لإلها، مثلا يتذكر رقم تليفون أنت أعطيته إياه أو إشي زي هيك، هاي بيصير major. هلا هدول الدومينز، هذا الدومين اللي هو الكومبلكس اتنشن اكثر شيء بيكون مضروب بالسب تايب اللي اسمه لوي بادي ديمنشيا، تمام، وكمان في الديليريوم. يعني الديليريوم المشكله عندهم اللي خلتهم يستحقوا يدخلوا نيورو كوجنيتيف ديس اوردرز تشابتر هو انه عندهم مشكله في هذا الدومين بالذات اللي هو الكومبلكس اتنشن، واللوي بادي ديمنشيا عندهم كمان مشكله في هذا الدومين، رح نحكي لقدام لما نوصلهم كيف. تمام، الدومين الثاني هو الاكسكيوتيف فانكشنز. الاكسكيوشن هو انك انت تنفذ شيء معين. طب انت كيف لما تنفذ شغله معينه لازم اول شيء تعملها بلانينج، لازم يكون عندك منتال او كوجنيتيف فلكسبيليتي. كيف يعني؟ انك عندك قدره تتنقل بين بين تو كونسبتس مع بعض. يعني مثلا انا بحكي لك احكي لي قائمه من الاشياء في السوبر ماركت بتبدا بحرف الالف، وكمان احكي لي اسماء حيوانات بتبدا بحرف الالف واسماء ادويه بتبدا بحرف الالف. يعني بتقدر انت تتنقل بين الكونسبتس بطريقه فليكسبل، هاي اسمها كوجنيتيف فليكسبيليتي. و والديسيجن ميكينج انك انت تاخذ قرار، وهذا القرار بالذات لما يكون عندك تو اوبشنز، مثلا مثل الجامبلينج لما كيف عندك تو اوبشنز وكل واحد مربوط معه بريسكس، فانت تعمل كالكوليشن للريسكس وتقرر هذا ولا هذا، هذا اسمه ديسيجن ميكينج. working memory اللي هي ability to hold information in your mind to manipulate it temporarily، وهي بنفحصها في digit span، هاي برضو بتيجي في executive functions اللي انت تحط المعطيات المحطوطة حاليا قدامك في دماغ في الميموري تاعتك عشان تستخدمها في حل المشكلة اللي قدامك حاليا، وهاي الميموري بتروح بعد ما انت تحل المشكلة اللي تواجهها حاليا، يعني بعد حتى اقل من 10 دقائق من انتهاء المشكلة اللي قدامك انت مش رح تتذكر هاي المعلومات. responding to feedback يعني اللي هي error utilization، انك تستخدم اخطائك عشان تحسن شغلك، وانك تحلل القواعد بطريقة مبنية على انت شو صار معك في تصرفك الاول. يعني مش منطق انت عملت حل المشكلة وما وصلت للحل ترد تعيد نفس الحل، لا لازم انت تغير الحل بناء على الفيدباك تاعتك انك انت ما نجحت في المرة الاولى. هذا responding للفيدباك برضو يعتبر من executive functions. overriding habits او الانهبيشن، مثلا انت اذا شفت كلمه اصفر ملونه باللون الاحمر انك انت تقراها اصفر ما تقراها احمر، على الرغم من انه دماغك اول شيء رح يخطر له يحكي احمر، بس انت عملت انهبيشن لانك حللت انه هو المكتوب اصفر وانا مطلوب مني اقرا الكلام المكتوب مش احكي اللون اللي انا عم بشوفه. هاي كلها طبعا لها فحوصات معينه ممكن نعملها، واكثر وبرضه ثريشهولد سواء ميجر او مايلد ومذكوره ايش هم اذا بتحبوا ترجعوا ايش في امثله على متى بتكون ميجر ومتى بتكون مايلد. وهاي اكثر شيء بتكون امبيرد في الفرونتو تمبرال ديمنشيا، الاكسكيوتيف فانكشنز بتكون امبيرد في الفرونتو تمبرال ديمنشيا. تعال الدومين هو ليرنينج اند ميموري. ليرنينج اند ميموري في عنا الاميديت ميموري، في عنا الريسنت ميموري، في عنا الوركينج ميموري، في عنا اللونج تيرم ميموري اللي سواء سيمانتيك او اوتوبايوغرافيكال او بروسيجرال. هذول الانواع طبعا كلهم بنعرفها لانه بنفحصها دائما بالمنتال ستات اكزامينيشن. اللي بدنا نعرفه هون انه الريسنت ميموري بالذات بتكون امبيرد في الديليريوم. الريسنت ميموري هي الامبيرد في الديليريوم. والدومين الرابع هو اللانجويج. اللانجويج سواء اكسبريسيف او ريسبتيف او جرامر اند سانتكس، هاي كلها برضو مذكور عليها أمثلة وشو هي بالضبط. وفي عنا mild threshold أو major threshold. المايلد عادة بيكون عنده insight إنه هو عنده مشكلة في الحكي، فبيصير to avoid using specific names أو بيصير يوصف الإشي بدل ما يحكي اسمه،
يوصف استخدامه بهذا، بيكون الشخص عنده عادة انسايت، ممكن يصير عنده فرستريشن بسبب هاي الانسايت. او الميجر اللي بيكون واصل لمرحلة ما في انسايت، وبالسيفير كيسز ممكن يوصل لإيكوليليا واوتوماتيك سبيتش تبيكلي بروسيد، اخر مرحلة يصير عنده ميوتيزم. الدومين الخامس هو البرسبتشوا موتر. ايش هو البرسبتشوا موتر؟ طبعا هدول الستة لازم اذا حدا سألك كيف انت بتفحص الكوجنيشن امبيرتمنت في سواء الالدرلي او حتى اي حدا طبيعي، هدول السكس دومينز لازم تكون مغطيهم. البرسبتشوا موتر اول شيء الفيجوال بيرسبشن، هاي نقدر نفحصها في اللاين باي سكشن تاسكس، انك انت تطلب منه يحط خط يقسم الشغله بالنص، ممكن يكون عنده هيمينجلكت، ممكن انه اذا طلبنا منه يرسم ساعه. كمان عندنا الفيجوال كونستراكشنر، انه يقدر يبني او يرسم او يقدر يقلد رسمه انت معطيها، هاي فيجوال كونستراكشنال. وفي عندنا مصطلحين اللي هي جنوسز وبراكسز، برضه هدول بندرجوا تحت البرسبشوال موتور. البراكسز هي الانتجريتي اوف ليرند موفمنتس باي ايميتينج جستشرز، يعني انت البراكسز انك تنفذ الموفمنت المطلوبه منك. إذا أنت عندك مشكلة بالتنفيذ على الرغم من إنه أنت ما عندك مشكلة عضوية في الأعصاب اللي واصلة في العضلات اللي رح تعمل تنفيذ لهاي المشكلة، معناها أنت عندك higher order problem موجودة في الدماغ، فهاي بنسميها براكسز. إذا عندك مشكلة في الريكوجنيشن للأشياء، إنك تحكي أسمها أو إنك تستوعب شو هي أصلاً، هاي المشكلة في الريكوجنيشن والانتجريتي أوف ريكوجنيشن اسمها جنوسز، على الرغم طبعاً من إنه السنسوري إنبوت عندك إنتاكت، ما في عندك مشكلة فيزيكال في الوصلات اللي من العين أو هيك للدماغ، لكن المشكلة عندك هاير أوردر في الدماغ نفسه، هاي اسمها جنوسز. الدومين الأخير هو السوشيال كوجنيشن. هلا السوشيال كوجنيشن عندنا اشيان تحته، الريكوجنيشن اوف ايموشنز، انه هو يستوعب انه اللي قدامه مبسوط زعلان، او انت ترسم له السمايلي فيسز هاي وتساله هذا مبسوط هذا زعلان هذا ايش الايموجي تاعه. والثاني هي ثيوري اوف مايند، نفس مبدا اللي بنشوفها في الاوتستيك سبيكترم ديس اوردر، اللي هو بيكون عندهم ان ابيليتي تو انفر ذا انتنت اوف اذر بيبل، هو ما بيقدر يفسر اللي قدامه ايش بده، ايش قصده، ايش وجهه نظره، ايش حاسس. هاي الثيوري اوف مايند، هاي ممكن تكون امبيرد في دومينز معينه، يعني هاي الدومين بتكون امبيرد في سب تايبس معينه من النيوروكوجنيتيف ديس اوردرز. تمام، هلا بدنا ننتقل للموضوع الاول او المرض الاول المحطوط في هذا التشابتر اللي هو الديليريوم. هلا عشان نفهم الديليريوم بدنا نفهم الكرايتيريا تاعته باختصار، انه هو كرايتيريون اي لازم يكون عندك ديستربنس ان اتنشن اند اويرنس. تمام، يعني اساس الديليريوم وكرايتيريون عشان نشخص الديليريوم لازم يكون عندنا ديستربنس ان اتنشن اند ان اويرنس. الاتنشن هي اي نوع من انواع الاتنشن اللي حكيناها، سواء تو دايركت يور اتنشن، تو فوكس، تو سستين، تو شيفت اتنشن، هاي كلها مشكله في الاتنشن، وممكن تظهر على المريض على شكل بيرسيفيريشن اوف انسرز، يعني لما تشوف المريض بيرسيفيريتنج ذا سيم انسر ممكن هو عنده مشكله في الاتنشن. الاويرنس هي ريديوس اورينتيشن تو ذا انفايرمنت. تمام، فاول شيء بده يكون عنده ديستربنس ان اتنشن اند اويرنس. ثاني شيء كرايتيريون بي، لازم هذا الديستربنس تو ديفلوب اوفر ا شورت بيريود اوف تايم، يعني within hours or few days، يعني باي ديفينيشن الديليريوم لازم يكون اكيوت، ما بنفع انا احكي له 10 سنين عنده ديليريوم، اكيوت within hours to few days، ويكون change from a baseline attention and awareness which fluctuates in severity over the course of the day، يعني انه ال fluctuation over the course of a day هاي شرط اساسي لتشخيص الديليريوم، مش اشي يعني ممكن يكون fluctuation في الattention، لا الattention والawareness بده يكون رايح وبده يكون في fluctuation في هذا الattention ويكون developing over a short period of time. often بيكون worse in the evening and night when external stimuli decrease، يعني بصير الدنيا ليل، وهاي بسموها sundowning. sundowning هاي بتكون في الديليريوم لما الشمس تغيب بالمغرب، هو بيروح بيصير وضعه أسوأ. criterion C، لازم يكون عندنا additional disturbance in cognition في واحدة من الدومينز الستة هذيك، يعني بالإضافة للattention and awareness اللي هو أساسي في الديليريوم، لازم يكون عندنا كمان additional disturbance في واحدة من الأذر دومينز. وممكن كمان بهاي الكرايتيريون اذا هو عنده perceptual abnormalities مثل illusions, visual hallucinations، هاي كلها تنطبق في هذا الكرايتيريون. هلا الكرايتيريون دي بيحكي لك انه disturbance in attention and awareness
وال additional disturbance in cognition domain الثاني are not better explained by another neurocognitive disorder and do not occur in context of severely reduced arousal اللي هي كوما. هلا راح احكي لقدام بالشرح بالنوتس ليش انا ما لازم ما يكون عنده كوما. لكن هون لما يحكي لك is not better explained by another neurocognitive disorder لا يلغي انه انت بتقدر يكون عندك another neurocognitive disorder وصار on top of it عندك delirium، لان حكينا اصلا القاعدة الاساسية انه هم they coexist with each other. فوجود neurocognitive disorder بالعكس هو risk factor انه يصير عندك superimposed delirium، لكن لازم تكون عندك clinical judgment انه هاي البيكتشر اللي قدامك هل هي delirium ولا هو هذا neurocognitive disorder الاساسي اللي عنده. إيه لازم يكون الإيفيدنس ذات إيفيدنس إنه عنا هاي الحالة اللي هو فيها delirium is a direct physiological consequence of another medical disorder or another substance. فشرط أساسي أنا أحدد سبب للديليريوم اللي عندي، مثلا هو عنده substance intoxication, substance withdrawal, exposure لتوكسينز، أي إشي medical condition. رح نحكي لقدام شو الأسباب اللي ممكن تكون تغطي كريتيريون إيه، لكن أساسي للتشخيص الديليريوم إنه يكون عندك إيفيدنس على هذا السبب اللي عامل الديليريوم. بعدين بيكملوا to specify بالديليريوم هاي بعد ما يخلص الكريتيريا دي DSM 5 بقولك لازم تحط specifiers. هل أنت عندك substance intoxication delirium ولا عندك substance withdrawal delirium؟ طبعا substance intoxication و substance withdrawal delirium طبعا اذا البيكتشر مغطيه كل الكرايتيريات هاي اللي احنا حكيناها من A to E كلها fulfilled مع وجود substance انت حاليا ماخدها، يعني ما يكون part من الانتوكسيكيشن العادي، يكون delirium والwithdrawal نفس الاشي. ممكن يكون عندنا delirium due to another medical condition واحكي شو هو، delirium due to multiple etiologies ممكن احكي شو هم. كمان في سبيسيفاير تاني غير اللي هو الاتيولوجي، عندنا سبيسيفاير تبع الكورس، يعني هل هي اكيوت ولا بيرزيستنت. طبعا الانست باي ديفينيشن حكينا اكيوت، لكن هل هي اجت وطابت بسرعه فضل اسبوع مثلا او سب اكيوت هيك وراحت بسرعه هاي اكيوت، ولا المريض ضله بيرزيستنت عنده هاي المشكله فور سيفرال ويكس وممكن توصل لمانس وهو ديليريوس، هاي بيرزيستنت. فانا بدي احكي هو اكيوت ولا بيرزيستنت الكورس تاعها، مش الانست. والسبيسيفاير الاخير عندي الليفل اوف سايكوموتور اكتيفيتي، وهذا اللي احنا دائما بنعرفه لما يقول لك شو السب تايبس تاعت الديليريوم، لازم تقول له هايبر اكتيف وهايبو اكتيف وميكست. الهايبر اكتيف ليفل بيكون عندك مود لايبيليتي اجيتيشن ريفيوزل تو كوبريت وذ ميديكال كير، هذا الهايبر اكتيف اللي احنا بنشوفه اكثر. بينما الهايبو اكتيف بيكون سلاجج ليثارجيك بيشبه الستوبر، ممكن انت تفكره ديبريشن حتى، بيكونش واضح كتير، بدك كتير good judgment عشان تلقطه، أو mix يكون alternating بين hyperactive و hypoactive. هلأ بدنا نضيف ملاحظات على هذا delirium، يعني حيكون السيستم تبع المحاضرة إنه إحنا رح نحكي الكريتيريا زي ما ذكرت في DSM 5 وبعدين رح نضيف notes على هذا المرض من DSM 5 وإذا في كم من معلومة من كتب تانية، لكن الأغلب المادة هاي مذكورة في DSM 5 النوتس هاي اللي بنحكي فيها. طيب النوت على delirium إنه delirium often occur in the context of an underlying neurocognitive disorder، يعني زي ما حكينا الأساس إنه يكون عندك neurocognitive disorder تاني وعادة بيصير on top of it delirium. في عنا مصطلح اسمه beclouded dementia. beclouded dementia إذا سألك شو هي delirium لما يحصل in a patient عنده pre-existing dementia، مريض عنده ديمنشيا صار عنده فوقها ديليريوم، هاي اسمها بكلاودد ديمنشيا. النورمال اتنشن او اراوزل سلاش ديليريوم سلاش كوما لاي اون ا كونتينيوم، يعني احنا عندنا حاله متواصله انه انت الطبيعي عندك تكون اتنشن وعندك الاراوزل عالي، بعدين اذا خف الاتنشن والاراوزل هذا ممكن تدخل انت بهايبر اكتيف ديليريوم، بعدين إذا زاد الوضع سوء بتصير أنت هايبو أكتيف ديليريوم، إذا ساء الوضع أسوأ وأسوأ بتصير عندك كوما. فهدولة continuum of severity. فعشان هيك إحنا في الكريتيريا حكينا ما بيصير إحنا يكون المريض عنده كوما وقعد أنا أحكي عنده ديليريوم، ما بنفع لأنه الكوما أشد من الديليريوم، فهي هايراركي، ما بنفع أنا أحكي عنده كوما وقعد أشخص فيه ديليريوم. تمام؟
ثالث نقطة هون عندنا ال patients may rapidly switch between hyper and hypoactive state زي ما حكينا، لأنها أول إشي continuum، وتاني إشي لأنه في عندنا subtype اسمه mixed ممكن هو alternating بين هدول الحالتين. هلا النقطة اللي هون مهمة كتير محطوطة في الأحمر، إنه sleep wake cycle disturbances are very common، ومن كتر ما هي كومن قاعدين بيناقشوا إنهم أصلا يصير جزء من الكوري كريتيريا، يعني ينضاف على الخمسة كريتيريون اللي عندنا تاعت الديليريوم، ينضاف عليها إنه المريض يصير عنده sleep wake cycle. فهي إشي كتير كومن، بيكون المريض مثلا عنده مشكلة إنه بينام كتير بالنهار، بيكون agitated في النهار، عنده مشكلة ينام في الليل، أو reversal of sleep night wake cycle، أي إشي مشكلة في السليب ممكن تحصل مع الديليريوم. المريض كمان بيفرجي emotional disturbances very common، ممكن تكون على شكل anxiety, fear, depression, irritability, anger، ممكن حتى euphoria. الأباثي كتير common. Rapid unpredictable shifts from one emotional state to another، اللي هو الكنترول على الأفكت عنده بيكون مش مظبوط. فهذا الإشي emotional disturbance very common في clinical picture. هلا في نقطة هون حلوة للتمييز كلينيكلي لما تعملي mental state examination، كيف بدك تفرقي delirium عن dementia من ناحية speech. speech طبعا احنا نعرف انه هو انعكاس thoughts، ففي الديليريوم اصلا انا عندي disorganized thoughts، المريض افكاره ملخبطة، فرح يطلع معه الحكي incoherent زي السلطة، انت مش فاهمه شو بيحكي. بينما الديمنشيا بيكون عنده impoverished thoughts، فبيكون عنده word finding difficulties، مش قادر يعبر عن الأفكار تاعته، بس هي مش incoherent. ال prevalence تاع delirium is low in community، يعني تقريبا 1%، بس هو بيزيد exponentially with increasing age، يعني فوق ال 85 سنة بيصير تقريبا prevalence تاعه 14%. في نقطة كمان حلوة بتفرق لنا هذا المريض بدك تتأكد delirium ولا لا، اعمل له ECG، لأنه عادة بيكون في عنا ECG generalized slowing، رح نلاقي الويفز فيها generalized slowing، بينما الديمنشيا ما عنده هاي المشكلة. بسلايد هاي منكمل على النوتس تاعت الديليريوم. الديليريوم مرض قديم كتير، وكانوا زمان له أسماء تانية، فلما يحكي لك ICU psychosis هو نفسه الديليريوم، toxic metabolic state هو نفسه الديليريوم، sundowning هو نفسه الديليريوم. ليش ICU psychosis؟ لأنه بيصير بتقريبا 87% من المرضى المحطوطين في ICU بيصير عندهم هذا الديليريوم، عشان هيك سموه ICU psychosis. هلا ليش هو الديليريوم معه هاي مورتاليتي ريت؟ بسبب انه عندنا عاده الفيزيولوجيكال كوز لهذا الديليريوم عاده بيكون سيريس ميديكال كونديشن، فبسببه بيصير الدث مش بسبب الديليريوم بير سي. هلا الريسك فاكتور عشان الواحد يصير عنده ديليريوم ممكن نقسمها ل وير يو ار هو يو ار، يعني ريسك فاكتورز متعلقه بمين المريض نفسه شو حالته وين هو حاليا موجود. Who you are إذا المريض elderly، the age is a strong risk factor، اللي عمره أكثر من 65 سنة. إذا المريض عنده أصلاً dementia أو أي other neurocognitive disorder. إذا مريض عنده depression. إذا أصلاً عنده كان history of delirium. إذا عنده dehydration. إذا المريض عنده alcohol use. إذا المريض ماشي على anticholinergic drugs. عشان هيك نركز إنه the anticholinergic drugs تحاول to avoid it in elderly عشان ما ندخلهم في حالة delirium. إذا المريض حاليا عنده نيوروليبتك مالجنان سيندروم أو عنده سيراتونين سيندروم، إذا عنده هيت ستوك اللي هي ضربة شمس، إذا هو في هاي التيتيود على جبل مرتفع هو مش متعود يروح هناك، إذا عنده مايجرين أتاك فيري سيفير أو سيجر اللي هو إبليبسي حاليا ممكن بوست إكتل يصير معه ديليريوم، إذا مريض باركنسونز ديزيز بيكون الريسك أعلى كمان بتو تايمز من المرضى العاديين. كمان where you are ممكن ناخدها على الأورثوبيديك سيرجري، إذا مريض طالع هلأ من عملية عظام أكثر من 50% احتمال يصيبه ديليريوم، إذا المريض طالع من أوبن هارت سيرجري أكثر من 30% ريسك، إذا عندك جنرال سيرجري 10%، وأي patient في الأند أوف هز لايف يعني is dying now بسبب أي مرض شديد مثلا سرطان أو أي شيء، هذا 30% منهم بيصير عندهم ديليريوم. فأكتر إشي بيصير في الاي سي يو قلنا تقريبا 80%، قلنا بيصير كمان في البيشنتس ات ذا اند اوف ذير لايف. الميجر نيورو ترانسميتر اللي انفولفد هون بالكوجنيشن هو الاسيتايل كولين، والاناتوميكال اريا اللي مسؤول عنها الاسيتايل كولين واللي بيصير او اللي بيشتغل فيها الاسيتايل كولين وبيصير فيها مشكله في الديليريوم هي المنطقه المسؤوله عن انه نصحى، هي الريتيكولار فورميشن اوف ذا برين ستيم.
في other neurotransmitters involved زي ما انتم شايفين الـ autonomic nervous system بيكون abnormal في الديليريوم, فبالتالي الـ noradrenaline is involved في الـ noradrenergic neurons due to hyperactivity of locus ceruleus, فبالتالي ما في رول للدوبامين, ما في رول للانتيسايكوتكس هون بالطريقة تاعت الباثولوجي. ممكن نستخدمها في المانجمنت, لكن الدوبامين بير سي مش هو أساس في الاتيولوجي تاع المرض. تمام, نلتقي للسلايد اللي بعده. هلا بدنا نشرح شو يعني ميجر نيوروكوجنيتيف ديس اوردر, شو يعني ماينر مايلد نيوروكوجنيتيف ديس اوردر بناء على الكرايتيريا تاعتهم من دي اس ام 5. يعني دي اس ام 5 قبل ما يشرح السب تايبز والايتيولوجيز حدد لنا ايش هي الميجر, يعني متى بنحكي ميجر, ايش الثريش هولد اللي بتوصلنا لميجر, وايش الثريش هولد اللي بتوصلنا لمايلد. نفس مبدا كيف بالشارح مثلا المانيا كرايتيريا لحال والميجر والديبريشن كرايتيريا لحال, وبعدين انت بالباي بولر لازم يكون جزء من التشخيص انه عندك سنجل مانيك اتاك. نفس الفكره هون, هو شارح لنا الكرايتيريا تاعت هدول لحال, وبعدين في الايتيولوجيز بيرجع بضمنهم بالكرايتيريا لقدام. هلا رح نشوف كيف. اول اشي الميجر نيوروكوجنيتيف ديس اوردر كريتيريون اي, لازم يكون عندك ايفيدنس اوف سيجنيفيكانت. هاي الكلمه بالاسود هي اللي بتميزها هون عن المودريت او المايلد. ايفيدنس اوف سيجنيفيكانت كوجنيتيف ديكلاين اللي هي عباره عن مور ذان وان دومين بيزد على الكونسيرنز تاعت الكلينيكان او الانديفيديوال او ريلايبل انفورمانس, يعني حدا اجى حكى لك انه هو عنده كونسيرنز او المريض نفسه او انت شفت هاي الكونسيرنز. وثاني اشي لازم يكون عندك اوبجكتيف امبيرتمنت ان كوجنيتيف بيرفورمانس, يعني انا بده يكون عندي سستيند امبيرتمنت ان كوجنيتيف بيرفورمانس دوكيومنتد باي ستاندرايزد نيوروسايكولوجيكال تيست. لازم انا اعمل له فحص وهذا الفحص يفرجيني انه هو نازل بطريقه اوبجكتيف. هذول الاثنين لازم يكونوا مع بعض عشان انا احكي عندي ميجر نيوروكوجنيتيف ديس اوردر كرايتيريون اي. كرايتيريون بي بتحكي لك انه ات انترفير وذ اندبندنس, وهذا اللي حكينا عنه بالاول انه الاندبندنس تاعته استقلاليته ان افري داي اكتيفيتيز, انه هو ما بيقدر يعمل الكومبلكس انسترومنتال اكتيفيتيز لايك اوف ديلي ليفينج, مثلا ما بيقدر تو باي هيز بيلز. كرايتيريون سي دو نوت اوكر اكسكلوسيفلي ان ذا كونتكست اوف ديليريوم, يعني مش يكون المريض حاليا صابه ديليريوم وبس في هاي الحاله تاعت الديليريوم انطبقت عليه كرايتيريا النيوروكوجنيتيف ديس اوردر, ما بقدر انا اشخصه في هاي الحاله ميجر نيوروكوجنيتيف ديس اوردر. بس زي ما حكينا ممكن يكون عنده ميجر نيوروكوجنيتيف ديس اوردر مشخص اساسا واستابليش وصار عنده معه بعديها ديليريوم. دي not better explained by another mental disorder, مثلا انه major depressive disorder او سكيزوفرينيا هي اعراضها عملت له هاي الامبيرتمنت والكوجنيتيف ديكلاين. وزي ما بتعرفوا انه الديبريشن هو بسموه سودو ديمنشيا, كثير بيأثر او بتختلط البيكتشر, بس في يعني اشياء ممكن نميزهم عن بعض فيها. بس احنا هون بدناش نطلع في المحاضره عن الدي اس ام 5 ايش هو كاتب بالضبط. هلا بعدين لازم تسبيسيفاي اني اوف ذا 13 ايتيولوجيز واللي هو هلا رح يحكيهم وحده وحده, وكمان سبيسيفاير اللي هو كتير مهم ودائما بنشوفه عندنا في الان بيشنتس, يعني مريض ديمنشيا ليش انا ادخلها عندي على المستشفى, بيكون عندها بيهافيرال ديستربنسز اللي هي اكس 1 لما تكون موجوده. انا اذا بدي اكتبها يعني اكتب لها رمز هي اكس 1. البيهافيرال ديستربنس هاي ممكن تيجي على شكل سايكوسز, ممكن تيجي على شكل مود ديستربنس, ممكن تيجي على شكل اجيتيشن, ممكن تيجي على شكل اباثي او بيهافيرال سيمتومز, وكل واحد من السب تايبس بتميز ببيهافيرال ديستربنس معين. مثلا مرضى الزهايمر عاده في الايرلي اونست للديزيز عندهم بيكون في ديبريشن, فبيجيك واحد اختيار فعلا عنده ديبريشن, هاي بتكون بدايه حصول الديمنشيا او الديمنشيا هيك بتكون اولها. الاباثي رح نلاقي كثير في مرضى الفرونتو تمبورال ديمنشيا, رح نحكي لقدام كيف اكثر, او تكون without behavioral disturbance. وكمان نقدر تو سبيسيفاي الكرنت سيفيريتي اللي هي مايلد ولا مودريت ولا سيفير. السيفير بيكون فولي ديبندنت, المودريت بيكون ديفيكولتيز وذ بيسك اكتيفيتيز اوف ديلي ليفينج, والمايلد بيكون ديفيكولتيز وذ انسترومنتال اكتيفيتيز مثل الهاوس وورك وبينج بيلز او انه يروح على شغل اصلا. هاي هي مايلد ومودريت وسيفير. عشان نحكي mild neurocognitive disorder بده يكون عندها evidence of modest cognitive decline,
ويكون عندنا دليلين، سواء concerns من المريض نفسه او انت شايف، ويكون عندك كمان subjective نفس الميجر، يكون عندك subjective psychometric test. وكريتيريون بي يكون عندك cognitive decline not interfering with the capacity of independence and everyday activities، بس المريض مستخدم compensatory strategies وعنده طرق عشان هو يتجاوز على هاي الobstacles والchallenges. وكريتيريون سي نفس الاشي، انه not occur exclusively in delirium. وكريتيريون دي not occur not better explained by another mental disorder. طيب شو الملاحظات اللي عندنا المحطوطة في دي سام 5 على الميجر اند مالدي نيوروكوجنيتيف ديسوردرز قبل ما ندخل على السب تايبز؟ بقول لك for certain etiological subtypes the diagnosis depends on the presence of a causative entity. يعني انا عشان مثلا اشخص neurocognitive disorder due to Parkinson's disease او Huntington's disease او vascular لازم يكون عندي temporal association، ويكون عندي تشخيص واضح لParkinson's او Huntington، او يكون عندي cerebrovascular accident. هذا في بعض subtypes. في other subtypes بتعتمد بس على behavioral symptoms، انا ايش شايف مجمع الكريتيريا هاي، ما عندي evidence solid او مرض معين لازم يكون متشخص. هلا هون بحكي لك انه الدبريشن اللي هي حكينا behavioral disturbance المود اللي بيجي مع المرضى الميجر او ماينر مالد نيوروكوجنيتيف ديس اوردر، كومون الدبريشن از كومون ان ايرلي اوف الزهايمرز كورس تبع نيوروكوجنيتيف ديس اوردر والباركنسونز ديزيز، بينما المريض الفرونتو تمبورال ديمنشيا بيكون عنده عاده ايليشن في المود بيكون مبسوط، مريض الالزهايمر والباركنسون بيكون حزين، مريض الفرونتو تمبورال بيكون مبسوط. Apathy occurs particularly with Alzheimer's disease a prominent feature of frontotemporal dementia. يعني it's very prominent لدرجة انه هي جزء من الكريتيريا تاعت الفرونتوتمبورال ديمنشيا انه يكون المريض عنده apathy. كمان ملاحظة انه compare psychological testing with norms appropriate to the age. يعني احنا لما نعمل الكريتيريون A وبدنا objective evidence على المريض انه نعمل له neuropsychological test هاي والpsychometric test، لازم نقارنها بالنورم تبع الناس اللي في عمره على طريقة البرسنتايل، كيف مبدأ الأطفال لما احنا نشوف وزنه الطبيعي بدنا نشوفه قديش بالرينج تبع الناس بين الناس. فعشان تكون انت ميجر نيوروكوجنيتيف ديس اوردر بدك تكون على الاقل تو ستاندرد ديفيشنز بيلو افريج، فرح تكون انت بين الثيرد يعني اقل من الثيرد بيرسنتايل علامه المريض في هذا التست، بينما اذا بدنا نحكي عمال نيوروكوجنيتيف ديس اوردر بده يكون 1 تو 2 ستاندرد ديفيشنز، يعني بين الثيرد لل16th بيرسنتايل من افريج الناس اللي في عمره اللي بيحلوا هذا التست اللي بيعملوا هذا السايكوموتور تيست السايكومتريك تيست. هلا اذا حدا سالك شو السترونجست ريسك فاكتور لانه يصير عندك نيوروكوجنيتيف ديس اوردر واللي هو متفق عليه والكل بيحكي انه هو الاساس هذا المرض، هو الايجينج الايج. طب في احنا حكينا في الديليريوم عندنا سان داونينج، في انه هون ايش اسمه سان داور سيندروم اللي هي دراوزنس والكونفيوجن والاتاكسيا والاكسيدنتال فولز اللي بتحصل في الاولد بيبل، يا اما بيكونوا بسبب هم سيديتد، يعني انت عطيت مريض اولدرلي بنزو كتير، لسه ما بنحكي انه عنده ديمنشيا، مريض عادي اولدرلي عطيته كتير بنزوز او عطيته كتير سيديشن بيصير عنده ايش اسمه سان داور سيندروم. اذا مريض اصلا ديمنشيا وصار عندنا عطيناه انتي سايكوتيك ميديكيشن خفيف او اي سايكو اكتيف دراج صار عنده سيفير رياكشن له، هاي برضه سان داور سيندروم. اذا مريض ديمنشيا برضه وفجاه بالاكسترنال ستيمولاي تغيرت عليه، يعني الضوء انطفى الاشي هيك دغري انتكست حالته، هاي برضه سان داور سيندروم. بهاي السلايد بكمل النوتس بحكي لك انه because of the psychosocial and pharmacological management المتوفرة حاليا في الديمنشيا والخصائص البرين اللي هي self-healing properties السيمتومز بتعطي different course. يعني احنا النيوروكوجنيتيف ديسوردر رح نلاقي different courses عند المرضى لانه احنا عنا approach مختلف لكل subtype وpharmacological management متوفرة لكل subtype مختلفة عن التاني، ولانه الدماغ نفسه عنده self-healing properties. فبتلاقي مثلا الكورس تبع ريجريشن انه المريض بيرجع طبيعي بيكون وصل مرحلة الديمنشيا اللي هي نيوروكوجنيتيف ديس اوردر بس صار ريفيرسبل ورجع للطبيعي. هذا مثلا اذا هو كان سببها الكهول كورساكوف ولسه ما وصل لحالة الفيرنكس وعالجناها ولقطناها من اول وممكن يصير ريجريشن، او عنده نورمو بريشر هيدروكيف هون عالجنا الانكريز انتراكرانيال بريشر ورجع المريض لطبيعته، او ممكن يكون بيرزيستنت.
ستيدي بروجريشن يعني المريض بيصير كل سنة أسوأ من اللي قبلها. هذا مثل الألزايمر ديزيز اللي هو بسبب الأمايلود بريكيرسري بروتينز لما يصير لهم ديبوزيشن ويعملوا ديستركشن للنيورونز، رح نحكي لقدام عنها بالتفاصيل. طبيعة المرض هذا بتخلي عنده ستيدي بروجريشن، مختلف عن مثلا الثالث اللي هو انكريمنتلي وورسنينج اللي هو بسموه ستيب وايز فاشن اللي هو بسبب الفاسكولار ديمنشيا. رح تلاقي المريض عنده بلاتوز فتره معينه وممكن يرجع شوي كويس بعدين يرد ينتكس حسب ايش الهيلينج بروبرتيز تاعت الدماغ، لانه الاوعيه الدمويه بتقدر تصلح حالها فبتختلف البكتشر عندي. او ستيبل ديمنشيا يعني هو بيكون خلص زي ما صاب، يعني مثلا تعرض لحادث سير تروماتيك برين انجري صار عنده اولها الاعراض حتكون أسوأ إشي وبعدين حتضل ستيبل هيك طول عمره، لا بتصير أسوأ ولا احسن. فالكورس بيختلف حسب الاتيولوجي الموجوده عنده. طب هل في إشي بروتكتيف انا ممكن اعمله يحميني من النيوروكوجنيتيف ديس اوردرز؟ حسب دي اس ام 5 الإشي الوحيد المثبت هو النيورو بلاستيسيتي بروتكتيف فاكتورز، اللي كل ما انت كنت well educated كل ما كان عندك greater intelligence كل ما كان انت protected اكتر من ال changes اللي بتعمل لك neurocognitive disorder. والسلوور عشان هيك نلاقي مثلا بروفيسور في الجامعة بيوصل عمره بالتسعينات وهو لسه بعطي ولسه بشرح ولسه موجود وشغال. ليه؟ لانه الواحد كل ما استخدم دماغه اكتر كل ما صار synapses اكتر، كل ما اذا بيحمي حاله من انه اذا تعرض لاصابة او اشي يكون عنده reservoir. والسلور أنست كمان طبيعة المرض نفسه، فإذا كان مثلا زي البرايون ديزيزز اللي بيجوا فجأة بسرعة بيكونوا رابد وأجريسيف، هدول ما بيلحقوا يعطوا البرين فرصة تو هيل، فهدول بيكون وورس ذان إذا بطيء مثل الألزايمر. بعدين عنا بحكي لك انه هي اصلا ايش هاي الاكسبيرينس اوف سنس اوف كونتينيوتي اوفر تايم، هاي على ايش بتعتمد؟ انه انا حاسه انه اليوم الاحد وبكره الاثنين ومبارح السبت والسنه الماضيه هيك صار والسنه الجايه هيك رح يصير. هاي السنس اوف كونتينيوتي اوفر تايم بتعتمد على الميموري، عشان هيك اذا صار عندنا مشكله في الميموري في الدومين هذا اللي هو موست كومون اللي يصير فيه مشكله في امراض النيوروكوجنيتيف ديس اوردرز، هون رح يروح عنده السنس اوف كونتينيوتي. في مصطلح مهم اسمه كاتاستروفيك رياكشن، حكى عنه كورت جولدشتاين. هذا ايش بيصير؟ انه البيشنتس they exhibit a degrees ability to apply what كورت جولدشتاين called abstract attitude، يعني هم مش قادرين اصلا. جولدشتاين برضو حكى عن abstract to concrete، فالمريض لانه هو عنده انسايت انه مش قادر يعمل الابستراكت attitude بيصير عنده agitation secondary to the subjective awareness because the sense of self اللي هي product of the brain is disappearing. فبيصير عند المريض frustration، بنقهر بيعصب انه انت قاعد مثلا عم تعمل له mental state وبتقول له وين احنا وشو اسمك، فهو عارف انه السؤال تافه بس انا ليش مش عارف اجاوب، فبيروح بيعصب عليك وبصير frustrated. هذا اسمه catastrophic reaction حكى عنه جولدشتاين. ليه؟ لانه هو حاسس انه sense of self تاعه is defeating، يعني انت انا هاي اللي انت مكونها هاي اصلا انتاج من الدماغ، هي عباره عن إشي احنا مكونينه ومنتخيل حالنا بطريقه معينه بناء على دماغنا، فاذا صار عندنا مشكله في الدماغ هاي السنس اوف سيلف رح يروح، هذا الإشي فرستريتنج. هلا بالسلايد اللي بعدها بما انه هذا المرض فيه عن الباثولوجيز والايتيولوجيز اصلا هو الديفينيتيف دايجنوستس تاع كل وحده منهم هو انك تعمل اوتوبسي او بايوبسي. فمثلا الألزايمر ديزيز هو يعتبر أمايلويد أو تاو باثولوجي، فهو من التاوباثيز والأمايلويد باثولوجي في عنده، ورح نشرحها أكتر في الألزايمر أمركز عليه أكتر لأنه من اللي هو الموست كومون. وبالمناسبة 13 سبب المذكورين في الترتيب المحطوط في DSM-5 في أول سلايد شرحناها، مش هم محطوطين من 1 ل 13، هذا الترتيب هو بناء على قديش البريفلنس، فلما تشوف الألزايمر أول واحد هو more common than vascular والفاسكولر أكتر common من اللي بعده وهكذا، اللي أكتر common من lewy body dementia أكتر common من اللي بعدها، يعني واحد أكتر common من اثنين أكتر common من ثلاثة، هيك هم مرتبين في DSM-5. الديمنشيا اوف لوي بادي وباركنسونز ديزيز هم يعتبروا الفا سينكلينوباثيز. كمان من الامراض التاو باثولوجي، يعني الزهايمر فيه تاو باثولوجي وفيه امايلويد، بينما اللي بس بيور تاو باثولوجي بنشوفها في الفرونتو تيمبورال ديمنشيا وفي البروجريسيف سوبرا نيوكليير بالسي وفي الكورتيكو بيزلر ديجنريشن. البروجريسيف سوبرا نيوكليير بالسي والكورتيكو بيزلر ديجنريشن مش محطوطين هون عندنا في التيولوجيز تاعت دي اس ام 5، لكن هما differential diagnosis مع الفرونتو تيمبرال هما بيشتركوا في هاي التاوباثي.
طب عندنا الترانيوكليوتايد ريبيتس مثل الهانتنجتونز ديزيز اللي هو مذكور في الدي اس ام 5 بهاي التشابتر، والسبانو سيريبيلر اتاكسيا اللي هي نفسها فريدريخس اتاكسيا، هاي برضه الترانيوكليوتايد ريبيتس بس مش مذكوره هون. تمام. هلا الايتيولوجي الاول هو نيوروكوجنيتيف ديس اوردر ديو تو الزهايمر ديزيز. لازم يكون اول شيء كرايتيريا از ميت فور ميجر اور مايلد نيوروكوجنيتيف ديس اوردر اللي حكيناهم اول شيء لحال. كريتيريون بي لازم يكون عندك عشان نحكي الزهايمر ديزيز، لازم انسيديوس انست وجراديوال بروجريشن اللي هو الكورس اوف امبيرتمنت ان مور ذان وان دومين. الكرايتيريا از ميت فور ايذر بروبابل اور بوسيبل الزهايمر ديزيز. هلا هاي قصه ثانيه، بالدي اس ام 5 حاطين شيء اسمه probable وشيء اسمه possible. probable يعني على الارجح، يعني 90% هو الزهايمر، لانه الزهايمر ما بنقدر نحلف عليه، ما بنقدر الا اذا عملنا اوتوبسي او بايوبسي. possible هو يعني احتمال كبير لكن مش فوق ال 50%. خلينا نحكي طب كيف هاي بنقدر نحددها؟ اذا انت اصلا عندك كرايتيريا ايه هي عباره عن ميجر نيوروكوجنيتيف ديس اوردر وبدك تحكي هذا بروبابل الزهايمر ديزيز، لازم يكون عندك يا اما ايفيدنس اوف كوزاتيف جينيتيك ميوتيشن، وهذا بنجيبه عن طريق نعمل جينيتيك تيستينج للمريض لانه في عندنا بايو ماركرز رح نحكي عنهم في النوتس، او انه يكون عندنا فاميلي هيستوري. وكمان يعني هاي النقطة بتغطي انه يكون عندك probable major neurocognitive disorder due to Alzheimer's disease، او يكون عندك هدول الثلاثة مع بعض اللي هي evidence of decline in memory and learning. هلا هو بي مش حاطط لنا ايش هو الدومين اللي بالالزايمر اللي لازم ينضرب، اي واحد من الستة ممكن، لكن هون عشان تحكي انه يكون عندك probable بده يكون memory and learning plus at least another domain، يعني two domains على الأقل، واحد منهم بده يكون memory and learning. وبيكون عندك steadily progression without extended plateaus على عكس الكورس تبع مثلا الفاسكولر، لأنه الفاسكولر والألزايمرز هو كتير overlapping وأصلا بيجوا كتير مع بعض. فأنت عشان تحكي هذا probably Alzheimer لحال لازم ما يكون عندك extended plateaus زي stepwise fashion تبع الفاسكولر. C ما يكون عندك evidence of mixed etiologies other evidence، مثلا هو المريض عنده cardiovascular event، هو المريض أي إشي تاني بيرجح لي أنه ممكن يكون عندي mixed etiology. إذا ما عندي واحدة من هدول التنتين بس عندي الـ other criteria fulfilled، هنا بحكي إنه هو possible Alzheimer's disease. هذا إذا أنا مغطية الـ major neurocognitive disorder criteria. طب إذا أنا مغطية الـ minor neurocognitive disorder criteria، هنا بحكي إنه أنا عندي probable Alzheimer's disease إذا عندي genetic test أو family history evidence على وجود الـ Alzheimer's disease. إذا لا بس عندي النقطة الثانية اللي هي فيها ثلاث نقاط اللي هم A و B و C، إذا بس هدول الموجودين عندي هنا بحكي possible. وكريتيريون دي هاي بعد ما خلصنا probable و possible، كريتيريون دي إنه disturbance isn't better explained by cardiovascular disease, another neurodegenerative disorder, مثلا substance, another mental أو neurological أو systematic disorder. هاي هي كريتيريا إنه لما أدي أحكي neurocognitive disorder due to Alzheimer's disease. طيب هلا النوتس على الالزهايمر ديزيز. اول شيء ذا تيبيكال برزنتيشن اللي عاده بيجيني فيها المريض والدومين اللي عاده بيكون فيه مشكله هو الميموري اند ليرنينج اللي هو بيجيني بامنستيك بروبلم، بس في عندي اذر برزنتيشنز اللي هي نون امنستيك برزنتيشنز ذي دو اوكر، مثلا بيجي لي بفيجوال سباشيال او اللوجوبينيك، وهاي اللوجوبينيك مهمه لانها اوفرلابينج مع الفرونتو تيمبورال ديمنشيا بيكتشر، فهم ديفرنشال دايجنوسيس مع بعض، هل هو لوجوبينيك فاريانت من الزهايمر ولا هل هو فرونتو تيمبورال ديمنشيا. هلا المايلد نيوروكوجنيتيف ديس اوردر مانيفست تيبيكالي وذ امبيرد ميموري اند ليرنينج، عاده المايلد ببلش بانه عنده مشكله في الميموري اند ليرنينج، بس الميجر عاده بيكون وصل لمرحله انه صار عنده مشكله في الفيجوال كونستراكشنال اند بيرسبشوال موتور ابيليتي، هذا الكوجنيتيف دومين، وكمان اللانجوج بيصير فيها امبيرتمنت. فاحنا لما نوصل لمرحله الميجر بيصير عندنا ديفكت في الفيجوال كونستراكشنال بيرسبشوال ابيليتيز. هلا انا اذا كان عندي مريض مشخص مايلد نيوروكوجنيتيف ديس اوردر ديو تو الزهايمر، هاي انيفيتابل انه رح يصير بالاخير ميجر، يعني رح يتطور لانه المرض طبيعته بروجريسيف. قديش بيصير بالسنة ناس بتحولوا من mild لميجر neurocognitive disorder؟ بالسنة 6 ل 15% من الpatients will convert.
طب عادة السوشيال كوجنيشن اللي هو الثيوري اوف مايند قلنا، والايموشنال بيرسبشن هاي اللي هي الدومين السادس، بضلوا بريزيرفد في الالزايمر. طيب هلا احنا قلنا لما حكينا على الميجر او ماينر نيورو كوجنيتيف ديس اوردر كريتيريا، حكينا انه لازم نحط سبيسيفاير اذا عندي انا بيهيفيرال او سايكولوجيكال ديستربنس. هاي البيهيفيرال ديستربنس والسايكولوجيكال مانيفستيشنز بتصير ب 80% من مرضى الالزايمر. عادة بيكون عندنا قلنا ببداية الكورس بيكون عنده ديبريشن وأباثي، بعدين بيصير عنده لما يصير بروجريشن بيصير عنده سايكوتيك فيتشرز، بيصير عنده irritability, agitation, combativeness, wandering هاي البيهيفيرز، بيصير ضايع. بعدين يمكن يصير عنده جيت ديستربنس، ديسفاجيا صعوبة في البلع، انكونتيننس، ممكن يصير عنده موتور ابنورمالتي زي المايكلونس، ممكن يصير عنده سيجرز، eventually آخر إشي بيصير ميوت وبيت باوند. هذا هو الكورس تبع الألزايمر. هلا الدث عادة بيصير من الاسبيريشن، والمريض عادة بيضل عايش تقريبا بمعدل 10 سنين من ساعة ما تشخص. الريسك فاكتور قلنا السترونجست ريسك فاكتور هو الايج، وكمان من الريسك فاكتورز انه انت تكون تعرضت لتروماتيك برين انجري، مش حاليا بعديها مباشره صار عندك الكوجنيتيف امبيرتمنت. احنا في عندنا سب تايب اسمه ديو تو تروماتيك برين انجري، في هذاك السب تايبز لازم يكون مباشره صابك الكوجنيتيف امبيرتمنت بسبب هذه التروما. احنا هون بنحكي انه من الريسك فاكتورز انه تكون اصلا معرض في حياتك بالزمانات لتروماتيك برين انجري. الايج هو السترونجست ريسك فاكتور. الابولايبوبروتين اي 4 هلا رح نشرح شو هو دوره في الالزايمرز ديزيز، هذا كل ما كان عندك منه كوبيز اكثر بيزيد الريسك انه يصيبك الالزايمر بالذات النوع الليت ايج اونست اللي هو مش الايرلي اونست. في الزايمر بيجي للناس على بكير، هدول بيكون عندهم مشكله في البريسينالين 1 والبريسينالين 2 جينز. ولا هذا الابولايبوبروتين هو بس ريسك فاكتور انه يزيد عندك احتماليه تصير عندك الزهايمر لما تكبر، بس مش شرط، يعني ممكن يكون عندك هذا الابولايبوبروتين اي 4 وما يصير عندك، هو ريسك فاكتور بس مش إشي اكيد. والداون سيندروم، الداون سيندروم اللي هو ترايسومي 21، إذا عاشوا لبعد عمر الخمسينات احتمال كبير يصير عندهم او ريسك انه يصير عندهم الزهايمر ديزيز. طيب عشان نفهم الالزايمرز ديزيز نشوف شو الثيوريز اللي حطت لتفسيره ليش هو بيصير اصلا. ان اول اشي الكولينيرجيك ديفيسيت هايبوثيسيس، بتقول لك انت عندك نقص في الاسيتال كولين في البرين، وفي عندك هذا النقص سببه ديجينيريشن في الكولينيرجيك نيورونز، يعني الاعصاب نفسها الكولينيرجيك فيها ديستركشن، والمكان اللي اصلا بيطلع منها الاسيتال كولين وبتصنع هو النيوكليوس بيزاليس اوف ماينرت، هي اللي صار فيها ديستركشن، عشان هيك صار عندك ديفيسيت في أسيتايل كولين. أو بيحكي لك إنه أنت بتصنع أسيتايل كولين عادي بس في عندك مشكلة في الكولين أسيتال ترانسفيريز كونسنتريشن اللي هو الكي إنزيم تبع الأسيتال كولين سينثيسيس، ففي عندك مشكلة في هدول التنين، يا إما النيورونز نفسها بتصنع الأسيتايل كولين خربت، يا إما الإنزيم هذا الكولين أسيتال ترانسفيريز خرب. هلا الليدنج ثيوري سنترز أراوند ذا فورميشن أوف توكسيك أمايلويد بلاكس، احنا حكينا انه الألزايمر هو من الأمراض الأمايلويد والتاوباثي، كيف بتبلش الشغلة من الأمايلويد؟ في عندك توكسيك أمايلويد بلاكس تتكون بسبب abnormal processing للأمايلويد بريكيرسري بروتين، يعني الأمايلويد بريكيرسري بروتين هو بروتين موجود أساسا في دماغنا وهو ضروري ونورمال. هذا البروتين عادة بيصير له processing وبتكسر لأجزاء أصغر، إذا صار له abnormal processing في لأنك أنت genetically vulnerable لهذا الموضوع بيصير في عندك accumulation لتوكسيك أمايلويد اللي رح تعمل لي أمايلويد بلاكس، وتحديدا هي الاي بيتا بيبتايد، هاي الجزء يعني الاي بي امايلويد بريكيرسر بروتين اي بي بي لما يتكسر رح يتكسرني لاي بيتا بيبتايد اللي نوعه 42 بالذات، هذا توكسيك بتراكم وبعمل اوليجومرز وبيصير له ديبوزيشن في النيورونز والتيميتلي ديستركت ذم، زي كيف الكوليسترول في الاثايروسكليروسز بتراكم في الاوعيه الدمويه وبكسرها وبيخرب البلاستيسيتي بتاعتها، نفس الشيء هذا الامايلويد بيتراكم وبيبلش يخرب في النيورونز شوي شوي. هلا اصلا هذا قلنا نورمال بروتين، فلن توكسيك نورمال فورم اصلا وظيفته انتي اوكسيدنت، عنده كيليشن للميتال ايونز، يعني اذا صار عندي تراكم لايونز معينه في الدماغ مثلا تعرضت للد تعرضت لشيء معين، هذا وظيفته انه هو يشيلهم ويعمل كيليشن لهم، بنظم الكوليسترول ترانسبورت، بيعمل ريبير للبلد فيسلز اذا انا عندي صار اكيوت برين انجري. فالناس اللي عندهم مشكله جينيتيكلي في هذا البروتين
رح يصير عندهم كل الريسك فاكتورز اللي بتوصلهم للألزايمر ديزيز. فالنون امايلودوجينيك برودكتس اوف امايلود بريكيرسر بروتين اللي هم نون توكسيك واللي هم نورمال هم اسمهم بي 3 وبي 7. خلينا نحكي هم شقف من الامايلود بريكيرسر بروتين بيصير لها ميتابوليزم بسهوله في الجسم، وهاي الانزيم اللي اصلا بيكسر الامايلود بريكيرسر بروتين اسمه جاما سكريتاز وبيكمل على شغله الالفا سكريتاز، او بنبدا بالفا سكريتاز بعدين بيكمل على شغله الجاما سكريتاز. هذا الطبيعي. الاميلودوجينيك برودكتس اللي قلنا اكثر وحده فيهم مزعجتنا هي الاي بيتا 42 اللي بيشتغل الانزيم اللي اشتغل غلط اصلا على الاميلود بريكيرسر بروتين، وخلينا نحكي قسمه بطريقه غلط، هو البيتا سكريتاز وكمل شغله الجاما سكريتاز. هدول ليش بهمنا نحكيهم؟ عشان لقدام رح نحكي في المانجمنت كيف الادويه الجديده قاعده بتشتغل على هاي الليفل عشان يمنعوا تراكم الاميلود اصلا في الدماغ. السلايد اللي بعدها بيكمل لك هاي الباثولوجي، بيحكي لك انه الامايلويد كاسكيد هاد هايبوثيتيكلي تريجرز ليثال كيميكال كاسكيد. يعني هي مش الامايلويد بيرسي هي اللي عملت لي الزهايمر، هلا هو الامايلويد التوكسيك برودكت هاي اللي عم تتراكم لما التوكسيك اي بيتا 42 بيعمل اوليغومرز، اوليغومرز يعني زي كتل بتتراكم انترفير وذ نيورو ترانسميترز لايك اسيتايل كولين. بعدين بيصير في عندي لارجر بليكس، بيصير مشكله من سيء لأسوأ، بيصير في عندي انفلاماتوري كيميكال رياكشن، بيصير الدماغ ينادي باقي السايتوكينز وباقي القصص تاعت الاميونولوجي هاي، فبيصير في عندي كاسكيد، بيصير الوضع أسوأ، بيصير عندي مشكله في الفوسفاتيز انزيم. هذا الفوسفاتيز انزيم مهم عشان يعمل لي فوسفاتايزيشن للتاو اللي هو بروتين تاني في الدماغ ما كان لسه متاثر اولها، هلا صار متاثر لما صار عندي هايبر فوسفوريليشن اوف تاو وتحولت لي هيك هاي النيورون المايكروتيوبيولز تحولوا لتانجلز. هاي بنسميهم النيوروفيبريلاري تانجلز. فلما نحكي NFTs النيوروفيبريلاري تانجلز قصدنا الهايبرفوسفوريليتد تاو، وهون بتبلش عندي الاعراض على المريض تاعت الالزايمر لانه هون رح يصير عندي نيورونال ديستركشن. ففعليا مش الامايلويد بلاكس وانما هذول التانجلز هم اللي عملوا المشكله تاعت الالزايمر ووضحت الصوره. Thus, not the amyloid plaques per se, but the associated later neurodegeneration that correlates with symptoms onset. طب شو هو الأبو إي بروتين؟ هلا إحنا حكينا إنه الجسم بيكون النهاية الأميلود بريكيرسر بروتين وبيقسمها عشان تروح بطريقة طبيعية. طب مين هو اللي بيروحها أو مين هو اللي بيقيمها؟ هو الأبو لايبو بروتين إي، أبو إي. هذا البروتين بربط على البيبتايد اللي اتكسرت من الأي بي بي وبيشيلهم. في عنا 3 alleles يعني 3 variants، 3 أنواع موجودة. E2 عادة protective، E3 ما عليه حكي، E4 هو موجود على الكروموسوم 19. وإذا بتتذكروا زي ما حكينا وجود نسخ كتيرة من الـ E4 عند الناس معينين بيزيد لهم الريسك إنه يصير عندهم late onset Alzheimer's disease، يعني لما يكبروا بالعمر كل ما كان عندك نسخ أكتر من الـ E4 ونسخ أقل من الـ E2 أنت بتكون عندك ريسك أكتر يكون عندك Alzheimer's. هلا في كمان شغله هون ممكن نتدخل فيها، اذا انت لقطت المريض بري كلينيكلي يعني والامايلويد لسه قاعد عم بيصير له ديبوزيشن في الدماغ ولسه ما صار عندي اعراض، بهاي البري كلينيكال ستيج انا ممكن انا اخفف البروجريشن تاعي وانه المريض يتحول من هاي البري كلينيكال ستيج لانه يصير عندي تاوباثي وهيك. اذا انا المريض عنده ديبريشن بعالج الديبريشن تاعه، اذا عنده دايابيتس لازم انا اعالج دايابيتس تاعه بالذات اعطيه انسولين لانه الانسولين هو بيشتغل على النيوروبلاستيسيتي تاعت البرين وهو بروتكتيف. فانا اذا طنشت الدايابيتس اصلا بسموه تايب 3 دايابيتس، هذا اللي بياثر على الدماغ. بدي افحص اذا المريض عنده ابولايبوبروتين E4، فكل ما كان عنده نسخ اكثر هاي بتزيد البروجريشن لانه يصير عنده فرانكلي الزهايمرز ديزيز، واذا عنده كمان فاسكولار ديزيز لانه حكينا احنا هذا الكاسكيد والانفلاماتوري بروسيس والدستركشن للنيورونز كلها بيصير عن طريق الاميونولوجي والاميونز والسايتوكينز هاي كلها بتيجي عن طريق الفاسكولار سيستم. فاذا اصلا فيه مشكله بتزيد المشكله بتتفاقم. فاذا انت عندك مريض الدرلي وبدك تحميه من انه يتحول لالزهايمر، إذا عنده ديبريشن عالجه، إذا عنده دايابيتس عالجه، إذا عنده فاسكولار ديزيز برضه بدك تضبطه. حكينا في البداية إنه التوجه صار إنه يصير عندي دايجنوستيك ماركرز للأمراض هاي كلها، يعني يصير عندي فحص أنا أعمله أتأكد إنه أنا عندي الزهايمر ولا لا.
طب ايش هم البايوماركرز الموجودين للالزايمر ديزيز اللي هو من اكثر الانواع شائعه بين النيورو كوجنيتيف ديس اوردر، فبالتالي اكثر واحد صار عليه دراسات. اول شيء اللي هو كوريليتس وذ كوجنيتيف ديكلاين، انه انت لما تعمل للمريض ستراكشر الام ار اي وتلاقي عنده كورتيكال اتروفي، هنا كل ما كان السيفير اكثر الاتروفي كل ما كان المريض كلينيكلي وضعه اسوء. تاني شيء اذا انت قدرت تشوف امايلويد بريدومينانت نيوريتيك بليكس او تاو بريدومينانت نيوروفيبريلاري تانجلز، هذول طبعا ما راح تشوفهم الا هم الهال مارك اوف ذا باثولوجيكال دايجنوزس، فهذول ما حتشوفهم الا بوست مارتم او اذا قدرت تاخذ اوتوبسي وهو المريض عايش. وجود النيوروفيبريلاري تانجلز كوريليت وذ ذا كوجنيتيف ديكلاين، مش وجود الامايلويد بليكس، فبيعدوهم كل ما كانوا اكثر بيكون المريض سيفيريتي تاعت مرضه اعلى. طيب في إشي بنقدر نفحصه والمريض عايش اللي هو بايو ماركر تبع الأمايلويد بيتا 42. قلنا الأمايلويد بريكرسر بروتين لما ينكسر ويجي منه التوكسيك أمايلويدوجينيك أمايلويد بيتا 42 بروتين، هذا بصير له ديبوزيشن في الدماغ. كيف بنقدر نفحصه؟ بنقدر نفحصه على الصورة تاعت البيت سكان، وبنقدر كمان نشوف السي اس اف فلويد، ونلاقي انه الامايلويد بيتا 42 قليل في السي اس اف. ليش هو قليل في السي اس اف؟ لانه قاعد عم بيصير له ديبوزيشن في الدماغ، عم بترسب في الدماغ، فما عم بنزل على السيريبروسبينال فلويد. رح نلاقي بالسيريبروسبينال فلويد انكريز تاو، سواء توتال تاو او الهايبرفوسفوريليتد تاو. اذا فحصنا المريض جينيتيكلي رح نلاقي عنده 4 جينز ار انفولفد، الامايلويد بريكرسر بروتين الموجود على كروموسوم 21، عشان تحفظوها تذكروا انه قلنا البيشنت اللي عنده داون سيندروم هو ريسك انه يصير عنده الزهايمر، لانه اصلا الاي بي بي هو موجود على نفس الكروموسوم اللي عنده فيه مشكله فيها وعنده ترايسومي. البريسينالين 1 موجود على كروموسوم 14 والبريسينالين 2 موجود على كروموسوم 1، هدول الاثنين نسال عنهم وهم اذا المريض عنده هذا الجين عرضه انه يصير عنده ايرلي اونست الزهايمر ديزيز، يعني قبل عمر ال 65. والابو اي 2 حكينا الابو اي 2 هذا موجود على كروموسوم 19، وهذا اذا كل ما كان عندك منه اكثر بيكون البروتكتيف اكثر. الابو اي 4 لا يعتبر بايو ماركر، هون التريك، الابو اي 4 هو ريسك فاكتور وليس دايجنوستيك ماركر، حتى لو موجود عندك مش معناها انه انت اكيد رح يصيبك الزهايمر. هلا بالسلايد اللي بعده بدنا نحكي عن السب تايب الاتيولوجي الثاني اللي هو فرونتو تمبورال نيوروكوجنيتيف ديس اوردر، وهذا من المهمين كتير، كتير تريكي وكتير بيسالونا عنه في الاورال. اول اشي عشان حقق الكريتيريا لازم يكون عندك كريتيريا ميت فور ميجر اور مالدي نيوروكوجنيتيف ديس اوردر. ثاني اشي يكون انسيدياس اونست وجراديوال بروجريشن، مش سدن، بده يكون انسيدياس وجراديوال بطيء. بعدين سي بده يكون عندك either behavioral variant او language variant. هلا احنا عارفين الاناتومي تاعنا، الفرونتال لوب هو المسؤول عاده عن البيهافير، والتمبرال لوب هو المسؤول عاده عن اللانجوج، الليفت تمبرال لوب هو اللي فيه اللانجوج. فلما نحكي فرونتو تمبرال بدنا نتذكر انه احنا عندنا تو variants، عندنا behavioral variant اللي هو الجاي اذا كانت الباثولوجي اكثر في الفرونتال لوب، والتمبرال variant اللي هو اذا كانت الباثولوجي جاي اكثر في التمبرال لوب بيكون عندي language problem. طب عشان احكي عندي behavioral variant لازم يكون عندي اول اشي 3 or more of the following، يا اما behavioral disinhibition، يا اما apathy or inertia، يا اما 3 loss of empathy or sympathy، 4 perseveration، stereotypes، compulsive ritualistic behavior. يعني مثلا الهوردنج يعتبر compulsive او ritualistic behavior. والخامس الhyperorality، هدول الخمسة كتير بيسألونا عنهم في الأورال إنه إيش هو البيهافيرز اللي بتيجي مع الفرونتوتمبورال نيوروكوجنيتيف ديس أوردر. وعشان يكون كمان بيهافيرال فيريانت لازم يكون prominent decline in social cognition and or executive functions. فالدومين اللي حكينا بيكون فيه مشكلة في الفرونتوتمبورال ديمنشيا أكتر إشي الexecutive functions والsocial cognitions، هدول التو دومينز واحد منهم بده يكون عنده prominent decline فيها، بالإضافة لثري or more of the following five اللي لازم نحفظهم نعرفهم منيح. السلايد اللي بعدها بتكمل الكريتيريا بتحكي language variant. language variant لازم يكون عندك prominent decline in language ability سواء semantic أو agrammatic أو legopenic، وحكينا هون legopenic ليش مهم؟ لأنه هون بيصير عندي differential قوي مع الألزايمرز ديزيز. إيش هي legopenic؟ هي primary progressive aphasia
with gradual onset and and one of these variants. يعني هي عبارة عن شخص فجأة صار عنده progressive aphasia و gradually. هلا criterion دي لازم يكون عندي sparing of learning and memory and perceptual motor function. هاي كتير مهمة، يعني learning والmemory اللي هم بيكونوا أكيد مضروبين في الألزايمرز ديزيز ومعظم الأمراض النيوروكوجنيتيف ديزوردر فيها amnestic presentation. مريض الفرونتوتمبرال ديمنشيا رح يكون عنده learning والmemory ممتاز والperceptual motor function preserved وممتازة. فأنت المريض رح يحيرك، رح يجيك واحد كبير بالعمر فجأة صارت تصرفاته disinhibited hyperorality disinhibited apathic، ما عنده empathy ولا sympathy، بس الميموري تاعته ممتازة والبرسبشوال موتور فانكشن مناح، هون بدنا نشك في الفرونتو تمبورال ديمنشيا. ودي ما يكون بيتر اكسبلايند باي انذر ديس اوردر، مثلا سيبرو فاسكولار ديزيز، نيورو ديجنريتيف ديزيز، افكت اوف سبستانس اتسترا. نفس الاشي عندنا بروبابل اور بوسيبل، لان حكينا هدول من الامراض اللي لما نشخصهم بنعتمد على البيهافير تاع المريض. بروبابل اذا عندك ايفيدنس اون كوزاتيف جيناتيك ميوتيشن، في مجموعه من الجينات مش مشهورين زي جينات الالزايمر، هدول اذا صار فيهم مشكله مثل جرانيولين جين مثل ماب تي جين، هدول اذا لقطهم انت بروبابل. او يكون عندك ايفيدنس على نيورو ايمجينج اللي هي هاي اكثر كومن انك تعملها وتحكي عندك probable frontotemporal dementia. كيف بيكون على structural MRI؟ بتلاقي atrophy جاي على distinct patterns معينة، يعني جاي على frontal lobe وعلى temporal lobe. و otherwise إذا ما عندي أحد من هدول التنتين بس عندي الكريتيريات التانية كلها، هنا بقدر أحكي أنا it's possible neurocognitive disorder due to frontotemporal dementia. طيب هلا لما بدي احكي على النوتس على هذا الموضوع، اول اشي in early stages formal testing may show few deficits. يعني انت مثلا تعمل للمريض many mental state examination بيكون normal، فمش معناها يعني many mental state انه normal معناها ما عندي neurocognitive disorder، ممكن يكون عنده frontal temporal disease، لان حكينا الميموري والليرنينج intact، الorientation attention intact، كل الدومينز عنده intact، بس عنده مشكلة في social cognition. البريزنت اللي موجود عندنا لازم يكون عندي ديفيسيت في الاكسكيوتيف فانكشنز اللي هي بلاننج وانهبيشن ومنتال فلكسبيليتي، او زي ما حكينا الكوجنيشن سوشيال كوجنيشن. وات از ا كومن كوز اوف ايرلي اونست نيوروكوجنيتيف ديس اوردر ان بيبل يونجر ذان 65، وهذا الاشي كمان اللي بيحير انه المريض مش كتير كبير بالعمر، بيجي لك عمره اصغر من 65. كمان شغلة بتحير انه بيصير عند المريض extra pyramidal symptoms may be prominent to overlap with the progressive supranuclear palsy. اذا بتتذكروا في الباثولوجي حكينا انهم بيشتركوا في نفس الباثولوجي وهي واحدة من من الديفرنشال، فبيصير عنده progressive supranuclear palsy هي اللي عملت له البيكتشر، والتنين بعطوا extra pyramidal symptoms. 10-30% من البيشنتس are found at autopsy to have Alzheimer's pathology too. فإحنا حكينا they coexist with each other overlapping، فالمريض بيكون عنده mixed etiology، كان أصلاً عنده Alzheimer's disease مع frontotemporal dementia ب 30% من البيشنتس. وقلنا الكورتيكوبازلر degeneration برضو another differential. هذا المرض هو برضو اسمه الثاني PICS disease. وان كونتراست تو ذا بارايتو تمبورال ديستريبيوشن اللي بنشوفه في الالزايمرز ديزيز، هذا بيكون فرونتو تمبورال، يعني البارايتو تمبورال اتروفي بيكون اكثر في الالزايمر بينما الفرونتو تمبورال بيكون في البيكس ديزيز. وعن نيورو ايميجينج في شيء بيميزه انه عنده شيء اسمه نايف بليد ابييرنس، يعني شكل الصوره تاعته بيشبه حفه السكينه كيف مزقزقه هيك، هيك بيكون شكلها في البيكس ديزيز اللي فرونتو تمبورال ديمنشيا. طبعا كلوفر بوسي سندروم اللي بنعرفها اللي هي بيكون في عنا بايلاترال اتروفي اوف ذا اميجدالا، بيكون عندهم فيتشرز مشابهه للفيتشرز تاعت الالزايمرز ديزيز اللي هي هايبر اولاريتي واوفر يوتيلايزيشن وهذا الكلام. السب تايب الثالث هو لوي بادي ديمنشيا، هون بده يكون عندنا الكريتيريا ازمت فور ميجر اور مايلد نيوروكوجنيتيف ديس اوردر، بي بده يكون انسيديوس اونست جرادوال بروجريشن، سي الديس اوردر ميت ا كومباينيشن اوف كور دايجنوستيك فيتشرز والسجستيف دايجنوستيك فيتشرز. طب اللوي بادي ديمنشيا شو الكور دايجنوستيك فيتشرز؟ ممكن نسال عنها كثير. اول شيء لازم يكون عندك فلكتويشن في الكوجنيشن وذ برونونس فاريشن ان اتنشن اند اليرتنس تشبه الديليريوم، يعني اللوي بادي ديمنشيا بيشبه الديليريوم بانه عنده فلكتويشن في الكوجنيشن وvariation in attention and alertness.
بي بده يكون عنده recurrent visual hallucinations that are well formed and detailed. ثالث إشي بيكون عندك spontaneous features of Parkinsonism that is subsequent to the cognitive decline. على الأقل في سنة بين حدوث ال Parkinsonism هاي features والcognitive decline. لا سوري هلا لا في باركنسونز ديزيز نيورو كوجنيتيف ديس اوردر بده يكون عندك باركنسونز على الاقل سنه كامله وبعديها بلش معك الكوجنيتيف ديكلاين عشان نحكي عندنا نيورو كوجنيتيف ديس اوردر ديو تو باركنسونز ديزيز. بس اللي هو بادي ديمنشيا لازم يصير عندك باركنسونيان سيمبتومز بعد الكوجنيتيف ديكلاين، بس مش محددين قديش المده، بس لازم يكون بعد حدوث الكوجنيتيف ديكلاين. السجستيف دايجنوستيك فيتشرز انه عندك الريم سليب بيهيفيرال ديس اوردر، هاي برضو تنسأل عنها كتير، انه بيصير عندهم REM sleep behavioral disorder ويكون عندك severe neuroleptic sensitivity، يعني انت بتعطيهم الانتيسايكوتيك بيصير عنده severe sensitivity لإله. عشان تحكي probable diagnosis بده يكون عندك two core features او يكون عندك واحدة core features والتنتين suggestive features. عشان تحكي possible diagnosis يكون عندك one core features او two suggestive features لحالهم، ويكون not better explained by another disorder. ايش السر انه اللي هو بادي ديمنشيا والباركنسونز زي بعض عندهم هاي الباركنسونيان سيمبتومز، هم الاثنين بيشتركوا بوجود اللوي باديز، هاي اللوي باديز، بس مش شرط يكون كل حدا عنده لوي بادي ديمنشيا فعلا يكون عنده هاي اللوي باديز، ممكن ما يكون عندك لوي باديز، هلا رح نحكي عنها في النوتس. فاهم اشي نعرف هدول الفايف فيتشرز اللي بيجوا مع اللوي بادي ديمنشيا، اللي هي فلكتويشن كوجنيشن، التريشن في الاتنشن والالرتنس، فيجوال هالوسينيشنز ذات از ويل فورمد، باركنسونيزم، REM sleep behavioral disorders و neuroleptic sensitivity. النوتس عندنا هون انه يكون عندك ال early changes in complex attention and executive functions rather than learning and memory. تمام، فالدومين اللي متأثر هو ال attention والدومين الثاني ال executive functions، مش ال learning وال memory. مش ده الزايمر، ما في عندي مشكلة في ال learning او ال memory. REM sleep behavioral disorder is an early manifestation، يعني بداية بيصير عندهم REM sleep behavioral disorder very common. Symptoms fluctuate in pattern مثل الديليريوم بس without underlying cause. يعني احنا حكينا في الديليريوم في كريتيريون اي لازم يكون عندي direct physiological consequence of another medical condition او substance، هون مش موجود في هذا الاشي، فعشان هيك بالاضافة لانه gradual onset مش acute onset زي الديليريوم. بعدين عندي 50% من البيشنتس عندهم severe sensitivity to neuroleptic drugs thus use them with caution in managing psychosis. يعني هذا المريض عنده psychosis، عنده visual hallucinations، انا رح اعطيه antipsychotic، طب وهو كتير sensitive للantipsychotics، فهنا بدنا نركز. frequently experience repeated falls syncope transient episodes of unexplained loss of consciousness. فبرضو هاي associated features، هي مش من الكريتيريا لكن تحصل كتير مع المرضى، repeated falls syncopes loss of consciousness. غير ال visual hallucinations في عندك systematized delusions و delusional misidentification. الكابي جراس سندروم، يعني بيجي بيحكي لك هذا زوجتي اللي عندي في البيت، هاي مش زوجتي، هذا واحد يعني روح تانية موجود في جسمها. فهاي ال systematized delusion و delusional misidentification و visual hallucinations، المريض psychotic وبنفس الوقت هو very sensitive لل antipsychotics. فعشان هيك يفضل نستخدم معه إذا بدنا نستخدم antipsychotic يكون ال hit and run مثل الكوتايابين. The pathological lesion known as Lewy bodies occur ببس 20-35% في الكيسز و they are cortical in location unlike lesions in Parkinson's dementia. اللي بيفرق كمان الباركنسونز عن اللوي بادي بديمنشيا، هم اوكي التنين فيهم باركنسونيزم والتنين فيهم لوي باديز، بس الباركنسون ديمنشيا تعتبر سب كورتيكال. هاي من التقسيمات القديمة كانوا يقسموا هاي نيوروكوجنيتيف ديس اوردر لكورتيكال وسب كورتيكال بناء على الكورس تاعها وحسب الليجن وين بتيجي. فاذا الليجنز موجودين في الكورتكس اللي رح يتأثر عندي اكتر اشي الميموري والليرنينج والاكسكيوتيف فانكشنز، اذا الاشي سب كورتيكال في الليمبيك سيستم نفسه بيكون المشكلة اكتر بالموتور فانكشنز وبهاي القصص. هذا التقسيم مطلوب منا لكن انا مش حذكره في هاي المحاضره لانه مش مذكور في DSM-5. هلا there is often prodromal history of confusional episode بيشبه الديليريوم precipitated by illness or surgery فهي further confusing. يعني مريض عندك بالسيناريو رح يقول لك كان عنده مرض معين او عمل سيرجري معين، بعد فتره صار عنده بشيء بيشبه الديليريوم confusional episode، بعدين صار عنده هاي الاعراض اللي احنا حكينا عنها في الكرايتيريا، فهو مش كتير واضح وبده كتير يعني دقة في التشخيص.
هلا الديزيز از اسنكلينوباثي زي ما حكينا، وهو ان موست كيسز ذير از نو فاميلي هيستوري. كمان هذا الاشي فيرذر بيعمل تشالنج على التشخيص، انه المريض جاي لي ما عنده فاميلي هيستوري اوف ديمنشيا. النيوروليبتيك تشالنج تيست از نوت ريكومندد، مش منطق انا اعطيه مثلا انتي سايكوتيك عشان اشوف اذا حيصير عنده هايبر سنسيتيفيتي، معناها هذا ديمنشيا اوف لوي بادي، ما بنفع اعمل هيك. هلا اللي بقدر اعمله شيء اسمه الدات اللي هي دوبامين ترانسبورت، بدنا نشوف الابتيك تاعهم على السبكت او البت، وهي بننسال عنها انه كيف انه تعرفي هذا ديمنشيا اوف لوي بادي. على السي تي والام ار اي رح يكون عندك التمبورال ستراكشر از بريزيرفد، على عكس الفرونتو تمبورال والالزايمرز، وهي اوفن كو اكزيست مع الزايمرز ديزيز، يعني ممكن يجوا التنتين مع بعض، ديمنشيا اوف لوي بادي والفاسكولار ديمنشيا والالزايمرز ديزيز، هذول الثلاثه often coexist. طب الفاسكولار نيوروكوجنيتيف ديسوردر اللي هو هون المذكور الرابع بس هو فعليا الثاني لانه هو السكند موست كومون بعد الالزهايمر. اول شيء كرايتيريا ار ميت فور ميجر اور مالد نيوروكوجنيتيف ديسوردر. ثاني شيء الكلينيكال فيتشرز ار كونسيستنت وذ فاسكولار ايتيولوجي as suggested by either، لازم يكون عندي onset of cognitive deficit temporarily related to one or more cardiovascular accident. ثاني إشي يكون عندي evidence of decline in the complex attention and frontal executive functions. نفس الإشي مش بالميموري، إحنا بنحكي عن complex attention و frontal executive functions. بعدين عندي C evidence of the presence of cardiovascular disease from history, physical examination or neuroimaging sufficient to account for the cognitive deficit. وحنحكي لقدام النيورو ايميجينج ايش بالضبط انا برتكز عليه عشان احكي انه هذا عندي فاسكولار انسيدنت عاملت لي المشكله، ويكون not better explained by another brain disease or systematic disorder. فبده يكون عندي زمنيا الكارديوفاسكولار اكسيدنت صار، وبعديها صار عندي هاي التشينجز اللي بتكون عاده في الكومبلكس اتنشن وفي الفرونتال اكزيكيوتيف فانكشنز. طب متى بحكي probable؟ بحكي probable يعني على الأرجح عندي vascular neurocognitive disorder إذا عندي واحدة من هدول، يا إما neuro imaging evidence، يا إنه temporarily related to more than one documented cardiovascular accident، يا إما عندي genetic evidence و clinical evidence of إنه هو عنده cardiovascular illnesses مثل الكدسل هاي syndrome أو cerebral amyloid angiopathy. هاي الكدسل هي عبارة عن cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarction وليكو انكيفالوباثي. فهي اشي بتوارثوه الناس، بيكون عندهم مشكلة في الفاسكولاريتي تاعتهم، وبصير عندهم بالاخير ديمنشيا وبصير عندهم hallucinations. والcerebral amyloid angiopathy برضو ريسك انه يصير عندي vascular neurocognitive disorder. طب الملاحظات اللي عندنا هون على الفاسكولار بسلايد 28، اول اشي البريزنتيشن از هيتيروجينس. ليه؟ لانه الفاسكولاريتي تاعت الدماغ متوسعه في كل الدماغ، وفي عندي كورتيكا سب كورتيكال كونكشنز، فهاي حسب الانو الفاسكولاريتي اللي فيها مشكله رح تكون عندي البريزنتيشن مختلفه. هلا عاده بيكون عندي اكيوت ستيب وايز اور فلكتويتنج ديكلاين ان كوجنيشن، بيكون عندها intervening periods of stabilizing اللي احنا حكينا عنهم هدول plateaus اللي لازم ما يكونوا موجودين في الالزايمرز ديزيز. هاي presentation due to عادة small vessel disease اللي هي lesion in the white matters، تعمل lesions في الوايت ماتر والبيزل جانجليا والثلمس. هذا ال small vessel disease هيك بتطلع ال picture تاعته. ال vascular depression هو common presentation among adults with a progressive small vessel disease. يعني لما يقول لك vascular depression هو نفسه الفاسكولار نيوروكوجنيتيف ديسوردر، لانه عاده بيكونوا كوموربيد مع بعض، بيصيبهم ديبريشن مع لانه عندهم انسايت كمان. طب شو النيورو ايميجينج ايفيدنس اللي انا عشان احكي انه عندي كارديوفاسكولار ديزيز؟ لازم يكون عندي مور ذان وان لارج فيسل انفاركشن او هيموريج، او يكون عندي استراتيجيكلي بليسد سنجل انفاركشن. وين يعني استراتيجيكلي؟ يعني مثلا في الانجولار جايرس، في الثلمس، في البيزل فور برين، فهي الاماكن المهمه كتير، فاذا صار فيها سنجل انفاركشن هاي برضه بيكون ايفيدنس بكفي ان نحكي انه عندنا سيربروفاسكولار ديزيز. مور ذان تو لاكونر انفاركشنز اوتسايد ذا برين ستيم، ويكون عندي سمول فيزل ديزيز. سمول فيزل ديزيز هو نفسه سب كورتيكال اسكيميك تشينجز اللي بتيجي مع بينز فانجرز ديزيز. فلما اقول لي بينز فانجر هو نفسه السمول فيزل ديزيز اللي هو رح يعمل لي نيوروكوجنيتيف ديسوردر، وهذا البريفالنس تاعه بيزيد بعد عمر ال 65 على عكس الفرونت تمبورال اللي حكينا عاده بيجي قبل عمر ال 65.
المرض الخامس هو major or mild neurocognitive disorder due to traumatic brain injury. أول إيش بده يكون عندي criteria met for major or mild neurocognitive disorder. B بده يكون عندي evidence of a traumatic brain injury that is an impact on head or other mechanism of rapid movement of a brain within the skull. Plus one or more of the following. إيش هما؟ يكون عندي loss of consciousness, post-traumatic amnesia, disorientation and confusion, أو neurological signs. Neurological signs مثلا seizure, visual field defects, insomnia, hemiparesis, أي إشي neurological sign, hard neurological sign, أو disorientation أو post-traumatic amnesia أو loss of consciousness. مع evidence of a traumatic brain injury that impacted the head. والإشي الثالث المهم إنه the neurocognitive disorder present immediately after the injury and persist past the acute post-injury period. يعني خلص recovery من ال post-injury period وضل المريض عنده هاي persisted وبدو يصير immediately after the neurocognitive disorder وحكينا إنه الكورس تاعه stable. طب ملاحظات على التروماتيك برين انجري. اول اشي بيكون عندي variable presentations that varies with age لانه هذا يعتبر من الكورتيكال حسب التقسيم القديم مش subcortical. ثاني اشي could be associated with disturbance in emotional function, personality changes, physical disturbances. اي picture ممكن تظهر عندي حسب اي جهة من الدماغ صار فيها التروما. بعدين the severity of a traumatic brain injury is rated at time of initial assessment based على قديش ال duration تاعت loss of consciousness. هل هي كانت أقل من نص ساعة، أكتر من نص ساعة، أكتر من يوم؟ يعني عادة إذا أكتر من يوم بنعتبرها severe loss of consciousness، إذا كانت بين نص ساعة لا يوم بنعتبرها moderate، إذا أقل من نص ساعة بنعتبرها mild. كمان تعتمد severity حسب ال post traumatic amnesia. إذا ضل عنده amnesia أقل من يوم هاي mild، إذا مدت لأسبوع هاي مدرت، إذا أكثر من أسبوع صار سيفير. وحسب كمان الكونفيوجن اللي بنفحصه على الجلاوسكو كوما سكيل، فإذا السكور تاعه من 3 ل 8 هذا سيفير، إذا مدرت من 8 من 9 ل 12، وإذا مايلد بيكون أكثر من 13، يعني خلال نص ساعة من الأسسمنت. هاي بتحدد لنا السيفيريتي تاعت التروماتيك برين انجري، بس هي لا تعني يعني مش اذا عندي سيفير تروماتيك برين انجري معناها عندي سيفير او ميجر نيوروكوجنيتيف ديس اوردر. لا، انا برجع على الكرايتيريا تاعتي، ممكن يكون سيفير انجري عملت لي مايلد نيوروكوجنيتيف ديس اوردر، ممكن العكس. حكينا انه symptoms tend to be most severe في الاميديت aftermath of traumatic brain injury. Thus sustained deterioration إذا صار ضل المريض يدهور وضعه should trigger consideration for additional diagnosis. يعني معناها ممكن عنده سبب تاني عمل له ال progressive deterioration. هاي المفروض المريض يكون أسوأ إشي بعد الحادث مباشرة ويضله بعديها stable. Traumatic brain injury may overlap with post-traumatic stress disorder symptoms. The two disorders may coexist. يعني المريض بيجي لك بdifficulty concentration وهو PTSD، بيكون عنده depressed mood، بيكون aggressive disinhibited. هاي ممكن تصير بالبي تي اس دي وتصير في التي بي اي، وممكن الاثنين يصيروا مع بعض. هلا في كمان اسم تاني لهاي التروماتيك برين انجري نيوروكوجنيتيف ديس اوردر اللي اسمها بانش درانك سيندروم او ديمنشيا بيوغاليستيكا. ليه؟ لانه كانوا لاعبين كره القدم مثلا او اللي بيلعبوا بوكسينج بيصيبهم نيوروكوجنيتيف ديس اوردر اخر عمرهم من كتر الضربات على الراس، فسموها بانش درانك سيندروم او ديمنشيا بيوغاليستيكا. النوع السادس هو substance أو medication induced major أو mild neurocognitive disorder. بيكون إن أول إشي criteria met for major أو mild neurocognitive disorder. B do not occur exclusively during the course of delirium or persist beyond the usual duration of intoxication or withdrawal. C the involved substance is capable of producing the neurocognitive impairment. وال temporal course is consistent with timing of use. عادة هدول الشرطين حتى في أي substance induced أي سندروم بده يكون عندك إنه الماتيريال هاي اللي استخدمها الشخص capable of producing هاي الأعراض، ويكون في temporal association يعني الزمن اللي استخدم فيه المريض المادة هاي مباشرة بعديها صار عنده الأعراض. not attributable to another medical condition. إيش عندنا مثال؟ مثلا عندنا الألكوهول. إذا الشخص صار عنده alcohol induced major neurocognitive disorder بنحط specifier إنه هو non-amnestic مثلا confabulatory type، وبدنا نحط كمان هو persistent ولا مش persistent، لأن حكينا إحنا specifier عندنا إنه هو حسب الكورس ممكن يكون acute وممكن يكون persistent.
وبالإضافة إلى أنه عنده severe alcohol use disorder. فهذا هاي المثال هو إحنا كيف بنكتب التشخيص بناء على DSM-5 على الورق على التقارير تاعتنا. المفروض نكتب مثلا إذا المريض عنده alcohol induced major neuro cognitive disorder نحدد هو non amnestic ولا amnestic ويكون في bilateral type ولا none ويكون إنه persistent ولا acute. مثال تاني إذا الشخص مستعمل inhalant induced mild neurocognitive disorder plus no accompanying substance use disorder يعني after sporadic heavy use استخدم مرة inhalant وبناء عليه صار عنده mild neurocognitive disorder هيك بنكتب التشخيص تاعه. هذا النوت على هذا الموضوع انه المادة حكينا كل مادة capable of doing something معين، فإحنا عشان يعطونا يعني indication بقولك انه sedative والhypnotic والanxiolytic drugs عادة بيعملوا greater disturbance in memory domain، هتلاقيهم دمروا او خربوا الميموري domain. الالكوهول عادة بيعمل impairment في executive functions في الميموري وفي learning domains. مثلا الالكوهول انديوس امنيستيك كونفابيولاتري نيورو كوجنيتيف ديس اوردر هي نفسها الكورساكوف اللي كانت من الامنيستيك ديس اوردرز في دي اس ام 4. فبالتالي اذا سالك هاي الكورساكوف وين موجوده في دي اس ام 5 هي موجوده بالنيورو كوجنيتيف ديس اوردر ديو تو سبستانس يوز ديس اوردر او سبستانس ميديكيشن انديوس. فعندنا الكوهول انديوس امنيستيك كونفابيولاتري نيورو كوجنيتيف ديس اوردر هو كورساكوف. هل هذا will lead to prominent amnesia or severe difficulty in learning new information or tendency to confabulate. ممكن يتحول من acute لpersistent إذا المريض كمان صار عنده إنه ما تعالج أو صار عنده signs of thiamine encephalopathy اللي هي vernix. More likely to persist in patients who continue to abuse the alcohol past the age of 50. يعني بالذات اللي صابهم هذا المرض وضلوا يشربوا كحول على الرغم من هذا المرض وعمرهم فوق الخمسين هذول more likely إنه يصير عندهم persistent المرض. طيب المادة اللي بعدها هي الميثامفيتامين عادة associated evidence of vascular injury بتشبه الvascular neurocognitive disorder picture. CNS depressant عادة بيعملوا irritability, anxiety, sleep disturbance and dysphoria. بينما CNS stimulants paradoxically بيعملوا rebound depression وhypersomnia أو apathy. المرض السابع هو major or mild neurocognitive disorder due to HIV infection. بده يكون عندنا كرايتيريا للmajor أو mild neurocognitive disorder. بده يكون عندنا documented infection with HIV. يعني هذا من الأمراض اللي حكينا من الأول زي الهانتينغتون زي الباركنسونز بده يكون عندك المرض محدد الاتيولوجي محددة. Not better explained by non-HIV condition or not attributable to another medical and mental condition. عشان هيك هنا ما بنحكي probable or possible. خلاص عندك HIV عندك هاي الأعراض تاعت الميجر أو مالدي neurocognitive disorder معناها هذا neurocognitive disorder due to HIV infection. هلا النوتس اللي بنحكيها انه ال HIV diagnosis كيف بنعمل له confirmation بنستخدم ال ELISA study اللي هي enzyme linked immunosorbent assay لل HIV antibody باستخدام ال Western blot أو ممكن نعمل PCR. وقلنا إنه أحياناً بيصير عندنا heterogeneous subcortical pattern يعني حسب الليجن وين صاير المشكلة وين صاير عندي ممكن يعطيني subcortical pattern للمرض تاعه. Neurocognitive disorder due to HIV incidence did not decline يعني الانسيدنس تاع إنه neurocognitive disorder due to HIV ما نقص خلال السنين الماضية لكن اللي خف اللي هي severe presentation بسبب وجود الأدوية الجديدة اللي عملوها الانتيفيرال medication اللي عملوها لل HIV فهي خففت لنا severe presentation لكن لساتهم بتعرضوا لنفس النسبة من حدوث مرض neurocognitive disorder. المرض الثامن هو ان الميجر او مالد نيورو كوجنيتيف ديس اوردر ديو تو برايانز ديزيز. اول اشي لازم يكون عندنا الكرايتيريا ار ميت فور ميجر اور مالد نيورو كوجنيتيف ديس اوردر. ثاني اشي انسيديوس اونست اند رابيد بروجريشن. اذا لاحظتوا كل الامراض السابقه كانت جرادوال بروجريشن هذه رابيد يعني من الامراض البرايون ديزيز فيري رابيد بشهور بكل مريض توفى. سي بده يكون عندنا موتور فيتشرز اللي هي مايكلونس اتاكسيا او البيو ماركر يعني يا انه انا قدرت احصل البيو ماركرز عشان اعرف انه هذا عنده برايون ديزيز يا انه انا طالع عندي مايكلونس واتاكسيا على المريض. دي نوت اتريبيوتابل تو انذر ميديكال او منتال ديسوردر. هلا الملاحظات على هذا المرض انه الكلاسيفيكيشن انكلود ا جروب اوف سب اكيوت سبونجي فورم انكيفالوباثيز
يعني هو اسمه الثاني غير برايون ديزيز، هو سب اكيوت سبونجي فورم انكيفالوباثي، لانه بيصير عندنا فاكيوليشن للنيورونز فشكلها بصير زي الاسفنجه، فعشان هيك بنسمى سب اكيوت سبونجي فورم انكيفالوباثيز. وفي له خمس انواع، عندنا الكروتسفيل جاكوب ديزيز هو الموست كومن، في عنا الفيريانت كروتسفيل جاكوب ديزيز هذا اللي بيجي اللي بسموه مات كاو ديزيز اللي انتشر، هذا بتاع جنون البقر بسبب انك انت اكلت من لحمه هاي البقره المريضه. عندنا الكورو هذا بنميز انه هو مش كلتشر باوند سندروم اللي بالاو، هذيك كورو بالاو هاي كورو باليو، فهو برضه منهم. وفي عنا الجيرسمان ستراسر شنايكر سندروم اللي هي جي اس اس، وفي عنا الفاتل فاميليا الانسومنيا اللي هي برضه بسموها ثلاميك ديمنشيا، هاي انهيرتد وبتكون بتوارثوها، وبتكون المشكله عادة يعني الليجن اللي بتنصاب هي الثلمس، فبتعطي سب كورتيكال بيكتشر. نكمل ملاحظات عليها، انه كان اونلي بي كونفيرمد وذ بايوبسي اور اوتوبسي، فاحنا حكينا يا اما بالكريتيريا يا اما عندي البايو ماركر او الكونفيرميشن هاد، يا اما يكون عندي مايكلونس واتاكسيا ات ليست وان دايجنوستيك بايو ماركر اللي هي ليجن على الام ار اي او على الفلير، وهذا هو الموست سنسيتيف اني انا الاقي الليجنز على الام ار اي، يكون عندي تاو او 1433 بروتين على الاس على السيريبروسبينال فلويد، يكون عندي تراي فيزيك ويفز على الاي اي جي او فاميلي هيستوري او جينيتك تيستينج. فهدول الاربعه بدي وحده منهم عشان احكي عندي البايو ماركر تاع البريون ديزيز. البيك ايج اوف انست عاده 67، والبرودرومال سيمتومز فور سيفرال ويكس، عادة بيصير عند المريض several weeks of prodromal symptoms، بعدين ببلش عنده criterion C اللي هي motor features of myoclonus وataxia، بعدين بيصير عنده progressive dementia reaching severe levels within months. هذا عادة الكورس تبعها. المرض التاسع عندي major or mild neurocognitive disorder due to Parkinson's disease. اول اشي بده يكون عندي الكرايتيريا ميت فور ميجر اور مالد نيوروكوجنيتيف ديس اوردر، بده يكون عندي استابليشد باركنسونز ديزيز مشخص، يكون عندي انسيديوس جرادوال انسيديوس اونست جرادوال بروجريشن، تكون نوت اتريبيوتابل تو انذر ميديكال او منتال كونديشن. من الملاحظات اللي عندي انه 75% من مرضى الباركنسون رح يصير عندهم نيوروكوجنيتيف ديس اوردر ديورينج ذير النس، اوكي يعني هذا الناتشرال كورس تبع الباركنسونز ديزيز انه يصيبهم بالاخر نيوروكوجنيتيف ديس اوردر. هلا هذا اللي بنسال عنه اللي هو الدات سكان ماي ديفرنشيات اللوي بوديز ريليتد للديمنشياز، اللوي بودي ريليتد ديمنشياز مثل الباركنسونز واللوي بودي ديمنشيا، هذول قلنا بيشتركوا بانه عندهم لوي بوديز، هاي نقدر نلقطها على الدات سكان. فهون اذا انا بدي اميز هل هو باركنسونز ديزيز ديمنشيا ولا الزهايمرز مثلا، لانه بالالزهايمر ما رح يطلع عندي بوزيتيف الدات سكان. زمان كانوا او في مصطلح يساوي الباركنسونز ديزيز ديمنشيا هو براديفرينيا، لما السلو موفمنتس تاعت الباركنسونز كانوا يشوفوا انها هي بارالل مع سلو ثينكينج، يعني هو المريض مش هو سلو موفر كمان صار سلو ثينكر، فكانوا يسموها براديفرينيا لحد ما احنا هلا سميناها نيوروكوجنيتيف ديس اوردر ديو تو باركنسونز ديزيز. العاشر هو ميجر اور مالد نيوروكوجنيتيف ديس اوردر ديو تو هانتنجتونز ديزيز، اول شيء كرايتيريا ار ميت فور ميجر اور مالد نيوروكوجنيتيف ديس اوردر، ثاني إشي بده يكون عندي insidious onset و gradual progression، ثالث إشي يكون عندي established Huntington's أو risk for it based على family history أو genetic testing. في genetic testing رح تلاقي trinucleotide repeats تبعت الكيج هاي CAG على الكروموسوم الرابع، عشان نحكي إنه أنا عندي risk ل Huntington's disease مع المريض طالع عنده neurocognitive disorder ده يكون عندي أكتر من 36 repeat، يعني 40 خلينا نحكي. دي not attributable to another mental or medical condition. الملاحظات انه هاي الايرلي تشينجز بتكون ان اكزيكيوتيف فانكشنز راذر ذان ليرنينج اند ميموري، فبالتالي هو سب كورتيكال الكورس تاعه او البيكتشر. بعدين انه السايكايتريك والكوجنيتيف ابنورماليتيز ممكن يصيروا قبل الموتور ابنورماليتيز باي 15 ييرز، يعني انا ممكن يراجعني هذا المريض على اساس عنده سايكايتريك وكوجنيتيف ابنورماليتيز قبل ما تظهر عليه الموتور ابنورماليتيز هاي تاع الخاصه في الهانتينجتونز ب 15 سنه. بعدين لما يصير عنده end stage motor disease it impair motor control of eating and swallowing والدث عادة بيصير من الaspiration pneumonia. عادة رح تلاقي على structural MRI مثلا volume loss بالذات في الكوديت والبوتامين well known to occur في هذا المرض.
ال 11 هو ميجر او مال نيوروكوجنيتيف ديس اوردر ديو تو انذر ميديكال كونديشن. بهذا المرض الكريتيريا يكون عندنا كريتيريا مت فور ميجر اور مال نيوروكوجنيتيف ديس اوردر، وفي عندنا ايفيدنس فروم هيستوري فيزيكال اكزامينيشن ولاب تيست ذات نيوروكوجنيتيف ديس اوردر از ذا باثوفيزيولوجيكال كونسيكونس اوف انذر ميديكال ديس اوردر ونوت بيتر اكسبلايند باي انذر منتال اور سبيسيفيك نيوروكوجنيتيف ديس اوردر. هاي نفسها كانوا يسموها امنيستيك ديس اوردرز في دي اس ام 4، يعني كانت مندرجة تحت الامنيستيك ديس اوردرز في الدي اس ام 4. الستراكشرز اللي عادة انفولفد بسبب الليجنز اللي بتصير عادة الدورسو ميديان والميد لاين نيوكلياي اوف ذا ثلمس والميديال تمبورال ستراكشرز مثل الهيبوكامباس والماميلاري باديز والاميجدالا. بالتالي هي سب كورتيكال لانها بتصيب هاي الاجزاء اللي هي في الليمبيك سيستم في الميديال تمبورال ستراكشرز والثلمس. طب شو في امثله على ميديكال كونديشنز ممكن تعمل هذا النيوروكوجنيتيف ديس اوردر؟ عندنا ستراكشرال ليجنز مثلا، اذا صار عند المريض تيومر او هيماتوما او نورمال بريشر هيدروكف، ممكن يصير عند المريض هايبوكسيا بسبب بتسبب له هايبو بيرفيوجن، بسبب هارت فيلر، بسبب هايبوثايرويديزم، بسبب سي او بويزنينج. اي وحده من هدول ممكن تعمل للمريض هايبوكسيا اللي تعمل له نيوروكوجنيتيف ديس اوردر. النيوتريشنال causes مثلا الثيامين ديفيشنسي اللي هي بي 1 ديفيشنسي هو بيري بيري. الثيامين ديفيشنسي طبعا بيجي من الالكوهول ابيوز وبيجي كمان من اسباب تانية مثل هايبر ايميسيز جرافيتارم مثل اللي هي بيصير المريض فيها فوميتنج كتير. في اسباب كتير انها تعمل لي ثيامين ديفيشنسي. في عندي كمان نياسين ديفيشنسي اللي هو البلاجرا، هذا برضه بيجي من الالكوهول. فهدول الثيامين والنياسين ديفيشنسيز ننتبه انهم بيجوا مع الالكوهول ابيوز. الكوبالمين اللي هو بي 12 بيعمل لي بيرنيشيس انيميا. ليه؟ يعني البرنيشيس انيميا بتعمل لي بي 12 ديفيشنسي لانه بيكون عندهم نقص في الفاكتوري اللي بيعمل امتصاص للبي 12 في الستومك، فبيصير عند المريض هاي الانيميا. فهاي البي 12 ديفيشنسي ممكن تعمل نيورولوجيكال سيمبتومز منها نيوروكوجنيتيف ديس اوردر. يكون عند المريض هيباتيك او رينال فيلير، وكثير كومن يصير عندي هيباتيك انكيفالوباثي او يصير عندي هاي نيوروكوجنيتيف تشينجز. ابليبسي infections مثل الهيربكس سيمبلكس انكيفالايتس النيوروسيفلس اللي كانوا يسموه جنرال باريسز. الريبيز هي عضة بتيجي من مثلا كلب او اشي معين تعمل لك هاي الانفكشن. اولها بيكون الشخص هيدروفوبيك، بدك تميزها انه هو بيخاف من المي بدرجة انه ممكن يخاف يشرب ويتشرد او هو بيبلع المي، هذا بدك تشك انه عنده ريبيز. وهذا الليجنز عادة بتروح على هاي الميديال تيمبورال ستراكشرز بتحبها. الهيربكس سيمبلكس بحب برضو الميديال تيمبورال ستراكشرز وبتعمل لي هاي السب كورتيكال نيوروكوجنيتيف ديس اوردر. عندي السب اكيوت سكليروزنج بان انكيفالايتس، هاي بتيجي من ميزلز انفكشن او حتى ميزلز فاكسينيشن. تخيل تعطي لطفل فاكسينيشن الميزلز يروح يصير عنده هذا الاشي اللي هو سب اكيوت سكليروزنج بان انكيفالايتس. اللايم ديزيز اللي بيجي عندهم من تك بيصير فيها عضه وبيصير عندهم اللي تشبه الثور هاي المكان العضه، هاي برضه بتعمل بالاخير نيوروكوجنيتيف ديس اوردر. التوكسينز اكسبوجر مثل الميركوري مثل الليد، زمان اللي كانوا يصنعوا الطواقي وفيكون في عنصر الميركوري في المصنع كانوا يسموهم ماد هاترز لانهم هم بيصنعوا الطواقي وهم عصبيين وزي تصرفاتهم ديس انهبيتد واجيتيتد وهيك، لانه كان يصيبهم نيوروكوجنيتيف ديس اوردر. النوع 12 هو الميجر او مال ديو تو مالتيبل ايتيولوجيز، هون بيكون مثلا نيوروكوجنيتيف ديس اوردر ديو تو الزهايمرز ديزيز وبعدين المريض صار عنده سبسيكوينت ديفلوبمنت اوف فاسكولار نيوروكوجنيتيف ديس اوردر فصار عنده مشكلتين، هون بدها تكون مثبته وموثقه فهون بنسميها ديو تو مالتيبل ايتيولوجيز. وال13 هي الان سبيسيفايد، بالان سبيسيفايد ان ويتش ذا بريسايز ايتيولوجي كانت بي ديتيرمند، ما عنديش سيرتينيتي تو ميك ان ايتيولوجيكال اتريبيوشن، بس انا شايف الكلينيكال تاعتي البيكتشر انه هذا نيوروكوجنيتيف ديس اوردر بس بحطه ان سبيسيفايد. تمام، الجزء الثاني من المحاضرة رح نحكي فيه سريعا عن المانجمنت للنيوروكوجنيتيف ديس اوردرز. اول اشي بسلايد 42 رح نحكي فيه عن المانجمنت اوف ديليريوم. القواعد اللي عندنا انه البرايمري جول از تريتينج ذا اندرلاينج كوز، احنا حكينا اصلا من شروط الديليريوم والكرايتيريا تاعتها يكون في عندي اندرلاينج سواء ميديكال او سبستانس يوز عملت لي هذا الديليريوم، فأنا لازم أعالج السبب الأساسي. تاني إشي إنه بدي أعمل physical support to avoid accidents، safety أهم إشي لأنه المريض confused.
بعدين بدي اعمل سنسوري سبورت. السنسوري سبورت بحيث انه احط له الاضاءه كويسه، اعمل له هاي الامور، اعمل له اورينتيشن، اضلني اذكره كل شوي قديش الساعه، ايش احنا باي وقت، نهار ولا ليل. يكون في ما في اصوات عاليه كتير ولا برضه هدوء شديد، بده يكون الامور طبيعيه. رابع إشي بدي اعمل له انفايرومنتال سبورت، اللي هو انه بده يكون حدا دائما معه ويدله ويحكي له ويذكره. خامس إشي الفارماكولوجيكال تارجتنج، الفارماكولوجيكال تريتمنت، الادويه هي تارجتنج لتو مين سيمتومز. يعني بدي اعالج دليلهم بادويه، ايش السيمتومز اللي انا عندي اياها. احنا حكينا حيكون علاج سيمتوماتيك، لانه انا العلاج الحقيقي هو الاندرلاين كوز اضبطه. تمام. التو مين سيمتومز العاده اللي بطلبوا منا نظبطها في ادويه هي السايكوسز والانسومنيا. فعشان السايكوزز الموست كومونلي يوزد دراج هو الهالوبيريدول، وكمان كانوا يستخدموا كمان دروبيريدول بس يعني بطلوا يستخدموه. طب ليش بس ليش الهالوبيريدول هو اكثر واحد او انسب واحد في هاي الحاله؟ اول شيء في له مالتيبل روتس اوف ادمنستريشن، انا ممكن اعطيه اورالي، ممكن اعطيه اي ام. ثاني شيء هو الليست انتي كولينرجيك، واحنا حكينا ديليريوم اساسا مشكلتنا في الاسيتال كولين، فما بنفع انا كمان اعطي للمريض انتي كولينرجيك. ثالث شيء هو ليست سيداتيف. فهدول الثلاث اسباب خلته هو الـ يعني الستاندرد اوف كير تبع الديليريوم هو الهالوبيريدول. والقاعده اللي بعدها بحكي لك افويد الفينوثايازينز، وكمان الزبريزيدون عنده اكتيفيتنج افكت ومينت بي ابروبريت. يعني اذا بدي استخدم سكند جينيريشن انتي سايكوتيك ما بدي استخدم الهالوبيريدول، اهم شيء ابعد عن الزبريزيدون لانه له اكتيفيتنج افكت ممكن يخلي المريض أسوأ. طبعا الفينوثايازينز اللي هم فيرست جينيريشن انتي سايكوتكس مثل الفلوفينازين وهاي القصص، هدول ما بيصير احنا نستخدمهم تو افويد، بالاضافه للزبرازيدون من الانتي من سكند جينيريشن انتي سايكوتكس. هذا بالنسبه للسايكوسيس. طب بالنسبه للانسومنيا ممكن استخدم شورت تو انترميديت هاف لايف بنزودايازيبين مثل اللورازيبام، وافويد اللونج اكتنج اكسبت اف بارت اوف الكحول ويذدرول. يعني ما تعطي فاليوم في حاله الديليريوم الا اذا الديليريوم جاي من الكحول ويذدرول، اذر ذان ذس اعطي شورت لانترميديت هاف لايف. ليه؟ لانه اللونج اكتنج ممكن يعملوا لي ريسك اوف ريسبيراتوري ديبريشن او يعملوا بارادوكسيكال اجيتيشن. هلا في عندنا الاوبشن السادس اللي هو اذا عندك انتراكتبل كيسز ممكن انا وما قدرت اعالج الميديكال اندرلاين كوز ممكن اعمل اي سي تي. اذا السبب الاساسي هو بين زي ما حكينا انه الاند اند اوف لايف، مثلا مريض داينج، مريض عنده مشكله كبيره عملت له بين، دو نوت هيزيتيت تو جيف اوبيويدز، اعطيه مسكنات قويه. طب بالنسبه للديمنشيا ايش المانجمنت اوف ديمنشيا؟ هلا ذا موست كومون نيوروباثولوجيكال بريزنتيشن ريفيلز ميكتشرز اوف الزهايمر ديزيز وفاسكولار ديزيز ولوي بودي باثولوجي، ذا بيور سيندرومز ار ليست كومون زي ما اتفقنا. هذا رح يؤدي إلو many patients عندهم both Alzheimer's disease and either dementia of Lewy body أو Alzheimer's disease مع vascular dementia. طب هل إحنا عشان نعالج إذا بدي to target amyloid هذا a future disease modifying pharmacological treatment. هون لما إحنا حكينا عن الجاما سكريتاز والألفا سكريتاز والبيتا سكريتاز وقلت لكم كيف بيشتغلوا بالضبط، عشان نحكي إنه في under development حاليا أدوية targeting الأمايلويد. انه قبل ما المرض يوصل للمرحله الكلينيكال الواضحه في ستيج هي بري كلينيكال بيكون فيها الامايلويد بليكس بلشت تترسب في الدماغ، هون ممكن انا تارجت الامايلويد نفسه باستخدام فاكسينز واميونوثيرابي مثل البابينيوزوماب او الجاما سكريتاز انهبيتور. زي ما حكينا الجاما سكريتاز اصلا المشكله انه قص الامايلويد بريكرسري بروتين بطريقه غلط او عم بيقصه بطريقه غلط، فاذا انا وقفت هذا الجاما سكريتاز عملت له انهبيشن ممكن هذا فيوتشر سولوشن لديزيز موديفاينج تريتمنت. يعني ان نعالج المرض من اساسه ما قبل ما يوصل حتى اعراض الالزهايمر اللي احنا بنشوفها هلا، احنا هلا عم نعالج كتير متاخر. طيب هاي الحل الاول تو تارجت امايلويد. الحل التالي تارجتنج اسيتال كولين، هاي الكرنت سيمتوماتيك فارماكولوجيكال تريتمنت اوف الزهايمر ديزيز. احنا حاليا بنعالج بهاي الطريقه انه احنا نعمل سيمتوماتيك تريتمنت عن طريق انه تو تارجت الاسيتال كولين. طب نورمالي شو الاسيتال كولين؟ هو سينثيسايز ان ذا كولينرجيك نيورونز، قلنا في البيزاليس اوف ماينر عاده، وتو بريكيرسرز له هو الكولين نفسه والاسيتال كو اي، وبصير لهم كاتالايزيشن بانزيم اسمه كولين اسيتال ترانسفيرز عشان يطلع لي الاسيتال كولين. هاي النورمال بروسيس. هلا اسيتال كولين اكشن از تيرمينيتد باي تو انزيمز، يعني عاده الجسم بس يخلص شغل الاسيتال كولين كيف بده يعمل له تيرمينيشن بتو انزيم، يا اما اسيتال كولين استيريز وهو ذا كي انزيم ات ذا سينابسس، يعني رح نلاقيه في السينابسس تاعت الكولينرجيك نيورونز،
وثاني انزيم هو بوتيريل كولين استيريز. هذا متى بيشتغل؟ هذا سكندري، يعني هو بيشتغل اذا في اسيتيل كولين ما قدر عليهم الاستيريز الاساسي الموجود عند السينابسز، وهذول طلعوا على النير باي جليال سيلز، هون بمسكهم البوتيريل كولين استيريز. طيب هلا الريسبتورز اللي بيشتغل عليها الاسيتيل كولين عندنا نوعين، يا اما مسكارينك ريسبتورز يا اما نيكوتينك ريسبتورز. المسكارينك ريسبتورز هم جي بروتين كابلد وكود بي اكسايتاتوري اور انهبيتوري. هذول عاده احنا مين اي دواء انتي كولينرجيك بيشتغل عليهم. فمثلا اذا اعطينا سكوبولامين، اذا اعطينا بروسايكليدين اللي هو كيمادرين اللي بنعطيه دائما، هذا هو انتي كولينرجيك بيشتغل على المسكارينك ريسبتور. فبالتالي الكيمادرين من الادويه اللي ما بصير نعطيها للناس الالدرلي، وما بصير نطول في استخدامها لانه هي بتاثر على الاسيتيلكولين، فبتاثر على الكوجنيتيف فانكشنز تاعت المريض. والاتروبين نفس الشيء. النيكوتين هو النيكوتينيك ريسبتورز بيكونوا ليجاند جيتد، يعني ايون تشانلز مش جي بروتين كابلد. هذول بيشتغلوا بسرعه رابيد اونست، وعاده اكسايتاتوري ايون تشانلز مش انهبيتوري، يعني بيعملوا بروباجيشن الاكشن بوتنشال ما بيعملوا انهبيشن. هلا في اكثر انواع على النيكوتينيك ريسبتورز، في منها النوع اللي انفولف في السبستانس ابيوز مش رح نحكي عنه هون، وفي النوع اللي هو الفا 7 سب تايب. الفا 7 بيكون الشكل تاعه هو الفا 7، هذا بري سينابتيك موجود على الكولينرجيك نيورونز وبيشتغل كبايو فيدباك، يعني بيعمل فاسيليتيشن للاسيتيلكولين ريليز. طيب انا كيف بدي اعمل تارجتنج لهدول الاسيتيلكولين؟ اول طريقه اني اشتغل على البوزيتيف الستريك موديوليتر اللي هو جالانتامين. شو يعني الستريك موديوليتر؟ هلا احنا عاده الاسيتيلكولين بربط على الريسبتور تاعه، فبيشتغل الريسبتور وبنقل السيجنال. في مواقع في الريسبتور اذا ربط عليها مولكيول معين ممكن يعمل نفس الايفكت اللي لو اكنه الاسيتيلكولين رابط على موقعه الخاص تبع الاسيتيلكولين. يعني هاي المولكيول ما بتعتدي على الموقع الخاص بالاسيتيلكولين، هي بتربط على موقع تاني لكن بتعطي نفس الافكت زي اكنه الاسيتيلكولين مربوط. هاي اسمها بوزيتيف الستريك موديوليتر. الجالانتامين هو من الادويه اللي هيك بتشتغل، وبيشتغل هيك في النيكوتينيك ريسبتور نيكوتين كولينرجيك ريسبتورز، فبيزيد الفريكوانسي اوف اوبننج اوف ذا شانل، وبصير الكالسيوم يدخل اكثر فبصير عندي اكثر اسيتيل كولين. هذا ما بيشتغل الا اذا في عندي اسيتيل كولين، فعشان هيك بدي اكون مركزه انه هذا الدواء احنا ما بنستخدمه في السيفير كيسز اوف الزهايمر لما اصلا الكولينرجيك نيورونز معظمها تدمر وما عندي كفايه اسيتيل كولين. انا بستخدمها في المايلد تو مودريت كيسز اول المرض ككوجنيتيف موديوليتر انهانسر، ككوجنيتيف انهانسر عشان احسن الكوجنيشن عند هذا المريض اللي بلشت عنده اعراض الزهايمر، وما بيشتغل اذا ما في اسيتيلكولين، فعلى الفاضي تعطيه لحدا متاخر المرحله اللي هو فيها هلا. فهو بالتالي هذا الجالانتامين عنده دول ميكانيزم اوف اكشن، هو بيعمل انهبيشن للاسيتيل انزيم، وبيعمل كمان قلنا بيشتغل على الستريك موديليتر للنيكوتينيك كولينرجيك ريسبتور. الهاف لايف تاعته 7 ساعات، وبيعمل كمان انهبيشن للانزيم سايتوكروم بي 3A4 و2D6. الدواء الثاني تارجتنج اسيتيلكولين هو اسمه دونبيزل، هو ريفرسبل لونج اكتنج سيلكتيف للانزيم الاي، ما بيشتغل على البيوتيريل كولين استيريز، بيشتغل بس على الاسيتيلكولين استيريز. الهاف لايف تاعته 70 ساعه، يعني الجالانتامين 7 ساعات، الدونبيزل 70 ساعه. السايد افكتس تاعته احنا عارفين الانتيكولينرجيك افكتس اللي هي كونستيبيشن وديهايدريشن وبلوري فيجن، هذا بيشتغل عكسها بيطلع السوائل من كل الجسم، فبصير دايفوريسز ودياريا ونوزيا، بصير براديكارديا عكس الانتيكولينرجيك افكتس. الدواء الثالث هو الريفاستيجمين، هو سيلكتيف فور اسيتيلكولين استيريز، يعني بيشتغل على بوث الاسيتيلكولين استيريز وعلى البيوتيريل كولين استيريز. اوكي بس لما يشتغل على الاسيتيل كولين استريز بيشتغل على الموجود بس بالكورتكس، ما بيروح على البيريفري، فما بيعمل لي مشاكل يعني زي الجي اي سايد افكتس كثيره. وانهبت البيوتيريل كولين استريز وذن ذا كليا، فهو ستيل افكتيف ايفن لما النيورونز داي، لانه هو بيشتغل برا على الجليال سيلز كمان. الهاف لايف تاعته ساعه. هلا احنا هون ممكن نحفظ انه هو الهاف لايف تاعته بدل ما نحكي ساعه نحكي 70 دقيقه، فبصفي عندي الريفاستيجمين 70 دقيقه، الجالانتامين 7 ساعات، والدونبيزل 70 ساعه لغايه الحفظ. يعني هذا الريفاستيجمين ما بيعمل انهبيشن للسيتوكروم انزيمز على عكس الدونبيزل والجالانتامين، فبالتالي ما في دراج انتر اكشن كتير. في عندي
هدول ال 3 inhibitors لل acetylcholine esterase they are licensed for mild to moderate dementia of Alzheimer's disease treatment. والريفاستجمين كمان مرخص للباركنزونز ديمنشيا مش بس للألزايمرز ديزيز ديمنشيا. الدونبيزل اللي متوفر من جديد عملوا منه سستيند ريليز بيجي 28 ملي جرام باليوم، هذا ابروفد كمان للمودريت تو سيفير ألزايمرز ديزيز. هلا هدول الثلاثة عندهم سيم افيكاسي بيز على المينيمنتال ستيت وعلى الاداسكوج. هذا الاداسكوج اللي هو ريتنج سكيل، هو اصلا في كل الديمنشيا ستاديز كانوا يعتمدوه عشان يشوف اذا في تغييرات في تحسن او لا. هلا هذا البنفيت تبع هاي الفارماكولوجيكال تريتمنت از رابيدلي لوست لما الدراج از انتربتد، يعني المريض ده يمشي عليه لايف لونج وماي نوت بي فولي ريجيند ليتر، يعني اذا انت وقفته وبعدين رجعت المريض عليه بعد فتره ممكن ما يرجع يستفيد منه زي ما كان اول. هلا متى انا بعمل سويتش على اذر تايب من الاسيتيلكولين استريز انهبيتورز؟ اذا المريض بول يعني ما صار عنده بور توليرانس لواحد منهم بقدر انا اعمل سويتش على الثاني، بس السويتشنج از نوت ريكومندد اذا البيشنت هاز لوست بنفيت افتر سيفرال ييرز اوف انيشيتنج فارماكولوجيكال تريتمنت. يعني هو له عضون بيظل مثلا 10 سنين ومستفيد عليه، فجاه بطل الدواء يجاوب لانه خلصوا النيورونز اللي عنده، الاسيتيلكولين بطل موجود كله، فهذا ما رح يستفيد اذا انا بحوله مثلا على ريفاستجمين. طب الريفاستجمين في اشي مميز كمان انه بيجي على شكل باتش، هاي مور توليربل ذان اورال فورم، فممكن الريفاستجمين اذا المريض باخد اورال وصار حاسس حاله انتوليربل بس عم بيستفيد في افيكاسي، ممكن انا احوله على الباتش فورم. على السينكوب والبرادي اريثميك ادفيرس افكتس اوكر مور ان ديمنشيا وذ لوي بودي بيشنتس اونينج تو ذا اوتونوميك انسفيشنسي اسوسييتد وذ ذا ديزيز. احنا حكينا اللوي بودي ديمنشيا بيشنتس بيصير عندهم كثير سينكوب وفولز وهيك، وهاي الاعراض كمان بتكون عندهم اكثر تاعت السينكوب والبرادي اريثميك ادفيرس افكت تاعت الادويه بتكون عندهم اكثر من غيرهم. طب الطريقه الثالثه والاخيره في العلاج اني تو تارجت الجلوتاميت. شو دخل الجلوتاميت؟ ات از هايبوثايز ذات نيوروتوكسيك امايلويد بلاكس اللي حكينا عنهم والنيوروفيبرولاري تانجلز اللي جايين من الهايبرفوسفوليريتد تاو ذي تريجر جلوتاميت ريليز. جلوتاميت بيعمل نيوروتوكسيسيتي، يعني بيصير في عندي بيسرع الدث تبع الخلايا لانه هو نيوروتوكسيك بسبب هذا الكاسكيد اللي اجى من الامايلويد بلاكس. فالنمدا ريسبتور اللي بيشتغل عليه الجلوتاميت هو بوست سينابتيك ريسبتور، هذا خاصيته هذا الريسبتور انه كو انسيدنت ديتكتور، يعني هذا المريض عشان يشتغل له ثلاث مفاتيح لازم ينحطوا فيه بنفس اللحظه عشان يفتح ويشتغل. 3 things need to happen at the same time for it to be activated، عشان هيك بنسميه coincidence. اول اشي لازم يصير neuronal depolarization from activation of nearby AMPA. الAMPA برضو receptors موجودين جنب النمدة receptor بس اسرع من النمدة، لازم يصير عندي عليهم شغل ويصيروا depolarized عشان النمدة تشتغل. تاني اشي لازم الglutamate برضو يقعد على السايد تبعه في النمدة، وتالت اشي لازم يكون عندي co-transmitter اللي اسمه glycine يربط على موقعه على النمدة، فبدي الجلايسين والجلوتاميت يربطوا على موقعهم على النمدة، وبدي النير باي أمبا تعمل أكشن بوتنشل عشان ينتقل للنمدة. Other than this on its resting state وهو قاعد ومسكر ومش شغال بيكون مسكر الشانل تاعته المغنيسيوم. Alzheimer is associated with steady tonic excessive amount of glutamate release زي ما حكينا، لأنه الألزايمر صار عندي الأمايلويد كاسكيد هذا اللي خلى عندي excessive amount of glutamate اللي هي neurotoxic to be released، وهذا interfering with normal resting state of glutamate. الجلوتامات مهم لللرنينج ومهم لل مهم للمود، بس ايش كيف شغله؟ ما بيكون تونيك، بيكون فيزك، يعني انا مثلا شفت ايش تعلمت شغله صار عندي انبساط معين بيفتح في هاي اللحظه وبعدين بسكر زي ريورد، فاذا ضل شغال طول الوقت بصير عندي نيوروتوكسيسيتي. فهون الفكره في الزهايمر هو مشغل طول الوقت، فانا كيف بدي اوقفه؟ طب هلا اذا انا وقفته بطريقه اني اعمل بلوك للنمدا ريسبتور كرونيكلي، مثلا اني استخدم بي سي بي او كيتامين، هذا رح ياثر على الميموري فورميشن والنيوروبلاستيسيتي ويعمل لي منظر زي السكيزوفرينيا لايك ستيت. تمام، يعني انت هلا امسك اي حدا طبيعي وقعده على كيتامين، خليه ياخذ كيتامين مثلا فتره طويله كميه كبيره، رح يصير عنده اعراض زي السكيزوفرينيا، او اذا حدا بتعاطى بي سي بي. فانا اذا بدي اعمل هاي الطريقه رح يصير عندي هاي المشكله. طب ايش الحل؟ الحل هو الميمانتين، هذا الدواء اللي هو بيسموه ارتفيشال ماغنيسيوم.
هذا هو low affinity، يعني خفيف دم، ما بيلزق في الريسبتور، بيطلع بمسكه وبيطلع، بيخلص شغله وبيطلع. non competitive يعني ما بتنافس مع شيء تاني، اذا مكانه فاضي بقعد، اذا مكانه مش فاضي ما بيزيح الحدا اللي قاعد مكانه. بيشتغل بس لما النمذة channel تكون open، وبيشتغل على same side where magnesium would have normally blocked النمذة receptor. يعني هو artificial magnesium، نعتبر انه هدول النمذة المغنيسيوم تاعه مش قادر يسكر ال channel هاي تاعت النمذة، بيجي الميمانتين بيسكر له اياها بدال المغنيسيوم. وهو voltage dependent، بيعتمد على ال voltage to open the channel. فإذا صار عندي AMPA activation بسبب learning أو بسبب أي شيء طبيعي، رح تفتح channel بشكل طبيعي، لأنه الميمانتين رح يزيح من مكانه ويخلي الجلوتامات يطلع. هلا لما ال phasic burst of glutamate is transiently released during normal neurotransmission, it reverses the glutamate action. It reverses sorry الميمانتين action. هذا الدواء doesn't have psychotomimetic actions و license for moderate to severe Alzheimer's disease. إذا سألنا ليش؟ لأنه هو ما بيعتمد في مبدأ عمله على الأسيتايلكولين، فعادي المريض ياخده هو moderate to severe، وممكن ياخده المريض في حالة mild to moderate in case هو كان عنده intolerability للأدوية اللي بتشتغل على الأسيتايلكولين. Half life تاعته 6 لـ 100 ساعة. Approved to be add-on therapy on ongoing acetylcholine esterase inhibitors. يعني إذا مريض أصلاً ماشى acetylcholine esterase inhibitor ومستفيد، بس مستفيد شوي وبدي أعمل augmentation، ممكن أضيف له ميمانتين وياخد الدوايين مع بعض. وحتى هاي الكومبينيشن لقوا إنها بتخفف الـ GI adverse effects، بس هو في side effect خاص فيه، لقوا إنه الميمانتين كثير associated مع السيجر. طيب هلا بالنسبه لاعراض الالزهايمر، احنا في عندنا الكوجنيتيف سيمتومز اللي قلنا بنعطيهم كوجنيتيف انهانسرز اللي بيشتغلوا على الاسيتيلكولين والجلوتاميت، وفي عندنا مشكله عندهم بيهيفيرال. احنا حكينا فوق 80% من مرضى الالزهايمر عندهم بيهيفيرال بروبلمز. طب هدول ايش نعمل لهم؟ هلا الريسبيريدون از اف دي اي ابروفد فور ذس بوبوليشن اللي عندهم بيرسيستنت اجريشن، وطبعا جديد اخذ الاف دي ابروفل على هذا الشيء ما كان قبل. فإذا مريض عنده moderate to severe Alzheimer's disease و showing persistent aggression وجربت معه non-pharmacological approach عشان تخفف هذا الaggression، ممكن تستخدم معه low dose risperidone وتكون بس من 1 لـ 2 ملغرام، وتكون for up to 6 weeks بس. لهالدرجة إحنا بدنا نكون sensitive بإن لما نعطي antipsychotic لمريض ديمنشيا. وبي cautious إنه ما يكون عندك dementia of Lewy body patient، عشان هدول patients قلنا بيكون عندهم psychosis بس بيكونوا very sensitive to antipsychotics. هلا هدول الريسبيريدون حتى مع هاي الجرع ومع هذا الشغل والكوشس، هو اصلا الافيكاسي تاعته مودست. فعشان المودست افيكاسي هاد يت عنده significant adverse effect، فهو كتير بيعمل sedation وconfusion وبيزيد الريسك اوف strokes. فلا الريسبيريدون ولا حتى الاولانزابين should be used for longer than 6 weeks وonly للmoderate to severe cases وبعد ما failed the trial of non-pharmacological treatment. هلا الكتيابين بيستخدموه اوف ليبل ات فيري لو دوزز للديمنشيا اوف لوي بادي وللباركنسونز. طبعا ننتبه انه احنا مثلا الكتيابين اذا قررنا نعطيه لمريض ديمنشيا الماكسيمم دوز، ماكسيمم دوز 300 ملغ باليوم، والعاده اللي بيمشوا عليها 125 ل 200 حسب موتلي. فانا ما بنفع انا يكون عندي مريض ديمنشيا وانا اعطي جرع عاليه من الكتيابين 400 و600 زي ما بنشوف عندنا. بدنا نحط المريض على ماكسيمم 300 ملغ. الفيرست لاين فارماكولوجيكال تريتمنت للاجيتيشن والاجريشن هي الاس اس ار اي والاس ان ار اي، مش الانتي سايكوتكس. يعني هاي البيهافيورال ديستربنسز اصلا الفيرست لاين لها هو الاس اس ار اي والاس ان ار اي. اس ان ار اي واللي الدواء اللي بيستخدموه هو السيتالوبرام او الزولوفت السيرترالين، وممكن نستخدم ترازادون. هذول هم الانتي ديبريسنت اللي ممكن نستخدمهم، وممكن كمان الديلوكسيتين. ال second line to avoid use of antipsychotics beta blocker gabapentin pregabalin وسيليجيلين، وبعدين ميجي عندنا الانتيسايكوتيك. فاحنا ما نستعجل في الانتيسايكوتيك لهدول المرضى. قلنا ترازادون ممكن نعطي، البنزودايازبين بفيري لو دوزز. الكوجنيتيف انهانسرز عندهم مودست ديلايد افكت فور ذا بيهافير او سايكولوجيكال سيمتوم مانجمنت. يعني انا اذا انا مريض الديمنشيا عندي مشكلته بيهافير وبدي اجرب معه ريفاستيجمين وميمانتين وهاي القصص، بالمره ما بزبط. يعني حتى انتي سايكوتيك احسن منهم. شوفوا قد ايه احنا بنحاول نتجنب الانتي سايكوتيك، لسه بيضل هدول
الكوجنيتيف انهانسر هو الليست اوبشن ان نستخدمه مع مرضى الديمنشيا لعلاج البيهيفيرال ديستربنس، هم كويسين للكوجنيتيف انهانسمنت. ولما بدك تعملي مانجمنت للهايبرتنشن مثلا، اذا مريض عنده هايبرتنشن او فاسكولار ديزيز، لازم نستخدم نوعهم اس انهبيترز او اربس، ما بصير نستخدم بيتا بلوكر او انواع تانية. هدول الانواع لقوا اكثر شيء بتحسنوا عليها، وبدي اخلي ضغطه يكون اعلى شيء في الطبيعي، ما اخليه واطي عشان تزيد الترويه على الدماغ قد ما بنقدر، فبيكون بالهاير اند اوف ذا نورمال بلاد بريشر رينج. واسفل الاطاله، هو الموضوع كبير كتير، حاولت ألم قد ما بنقدر الإشي اللي بنستفيد منه كلينيكلي وبشغلنا، لكن المعلومات عن هذا الموضوع ما بتخلص فعليا. وإذا أي حدا بحب يضيف أي معلومات أو يشاركنا في إشي بيعرفه، ممكن نحط عنا تحت في الكومنتس، أو إذا حدا بحب يسأل أي سؤال. وشكرا للاستماع.